الأول اللي أعرفكم بنفسي، أنا محمد هاشم، سوفت وير انجينير في انستاباج. أعتقد الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون related يعني شوية هو إن إحنا كنا اشتغلنا على مشروع تخرجنا كان سمارت كين وشيد برضو للناس الكفيفة. الهايلايت تقريبا كان إن هو أوفلاين وبالعربي، هي دي الفكرة، كانت يعني أكتر حاجة challenging يعني. فالمفروض ان دوت حسب ما فهمت من مازن يعني ان هو ريليتد للبروجكت بتاعكم. ف اعتقد يعني ممكن يعني يعني عشان نطلع بقى كويس يعني، بس لو ممكن بريف صغير على ايه البروجكت بتاعكم عشان نشوف هنابروتش ازاي يعني. تمام، هو برضو نفس الفكرة، هي نظارة للبلايند بيبول. النظارة دي عايزين نخليها تقوم بأكتر من فيتشر، أهمها إن هي بتقدر تعمل ديتكت لأي أوبجكت. تمام، تمام ومن ضمن الحاجة برضو حاجة فرعية ليها علاقة بالديتكت للأوبجكت، لو أنا مثلا في الأوضة وبدور على حاجة معينة موجودة في الأوضة فتبدأ تحدد لي مكانها فين، مش لأنها بتعمل سكان للصورة مثلا قدامي للحاجة اللي قدامي، لو الموبايل مثلا بدور على الموبايل لو موجود قدامي فتبدأ إن هي تقولي إن هو قدامك، أو تديني زي أليرت كده معين إن هو قدامي، لو مش موجود فساعتها ممكن أغير اتجاهي بحيث إن أنا أعمل سكان للمكان اللي أنا فيه كله يعني. يعني انت أوكي، قصدك ان انت مثلا بتقول له السيستم ان انت بتدور على حاجة معينة وهو أه بس الكاميرا كده شغالة يعني؟ مش تمام، انا بحسب ان هو يعني عارف مكان الحاجة فبيقول لك هي اوريدي كذا، كان ساعتها كده تبقى حاجة لا 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 يعني. لا لا، انا ممكن ادور على حاجه عادي يعني، مثلا شنطه مثلا، فانا سايب شنطه في الاوضه في حته معينه بس انا مش عارف سبتها فين، فتبدا ان هي تعمل سكان للمكان اللي قدامي يعني، وتبدا تقول لي بقى يعني لو هي قدامي فتقول لي ان هي قدامي، لكن لو طبعا هي مش قدامي فمش هتديني اي اليرت او اي حاجه يعني، مش هكون عارف يعني غير لما تكون قدامي. دي كده بالنسبه للديتكت للاوبجكت. في برضو بتعمل سكان للتكست سواء بقى مكتوب برينتر يعني او بخط الايد. تمام، تمام في برضو حاجه فرعيه كده للتكست، لو انا مثلا التكست عندي متقسم زي فقرات مثلا عناوين الحاجات دي، فممكن انها تبدا تقسمهم لي، بس دي حاجه فرعيه يعني لو قدرنا نعملها فممكن نعملها. في حاجه تانية انها تبدا تتعرف على الفلوس. تمام، والالوان برضو، ومثلا حاجة تانية ليها علاقة باللوكيشن، توصف لي لو أنا رايح في مكان معين فتبدأ توصف لي أمشي إزاي زي جوجل مابس بالظبط يعني، دي مش حاجة صعبة أفتكر. أوكي، يعني انت بتقول له اللوكيشن وهو يعني يعني نافيجيشن يقول لي بالصوت أمشي يعني. إزاي مثلا يمين شمال كده يعني. في حاجة تانية توصف لي المكان اللي قدامي يعني، لو أنا واقف في الشارع مثلا فعايز أعرف شكل المكان اللي قدامي عامل إزاي، فتبدأ توصفه لي، تقولي مثلا في أشجار، ناس ماشية، عربيات ماشية كده يعني، توصف لي الشكل اللي قدامي. في حاجات تانية لو أنا مثلا أعرف ناس أصحابي مثلا، فالمفروض إن أنا بعرف النظارة دي إن دول أصحابي، بحيث إن لو حد جه وقف قدامي فأبدأ أعرف مين ده، تبدأ تقولي الشخص ده مثلا أحمد مثلا، وكذلك برضو لو الشخص ده معايا في الأوضة وعايز أعرف مكانه فين بالظبط فتدور عليه وتقولي إن هو قدامك مثلا. دي اغلب الفيتشرز او تاكد تكون كلهم يعني اللي احنا حاطينها، احنا لسه ما بدأناش ولا فيتشر. ده طبيعي يعني، تالي الدراسة لسه بدأ أصلا صح؟ نعم، الدراسة لسه بدأ أصلا صح؟ بالظبط لسه بدأ. فاحنا قلنا نبدأ بأهم حاجة في الأول اللي هي الأوبجكت ديتكشن، فقلنا هنشتغل على داتا سيت اسمها كوكو تقريبا، دي فيها تمام يعني تمام من اكتر الداتا سيتس الموجوده ان فيها اوبجكتس كتير وتبدا انها تتعرف عليهم يعني كلام من ده يعني. بس دلوقتي مش عارفين بقى مثلا نرتب الستبس بتاعتها يعني، بتاعت الفيتشر دي مثلا ممكن نبدا ازاي نعمل ايه. برضو هي فكره النظاره ان هي هتبقى متوصله يعني، الفكره بقى في العموم في الشكل الاخير المفروض انها هتبقى متوصله بابلكيشن تمام على الموبايل، وفي نفس الوقت برضو كنا قايلين لو يبقى فيه كده زي سماعة مثلا تتلبس زي الايربود مثلا كده او اي حاجة، فتبدأ ان النظارة دي اتعامل من خلالها مع السماعة دي ان انا اسمع منها مثلا، لو انا هديها امر بصوتي هتبدأ ان هي تستقبله. فاحنا مش عارفين برضو هل فكرة ان احنا نديها اوامر بصوتنا دي هتكون كويسة،
ولا يعني حسب ما شفت في الفيديو بتاع حضرتك ان كان الاوامر بتاخدها من خلال الابلكيشن عادي، صح كده؟ انها فاحنا فكرنا ان احنا نديها امر بالصوت بقى. انا ه... يعني هادريس النقطة دي معاك، بس الاول عندي سؤال. النظارة الهاردوير بتاعها ايه؟ يعني النظارة دي هترنها على ايه؟ اوكي، هو في كده بورد معايا من نيفيديا اسمها جيتسون اكسبايدر، تمام. عايش. بس هي قبلاني في مشكله كده قبلاني فيها، مش عارف جيت اشغلها ما بتشتغلش، او ممكن تاخد وقت قبل ما تشتغل، في حاجه كده مش فاهمها يعني. كنت بس هحاول ان انا اشغلها، لو ما عرفناش ففي تقريبا حاجه اسمها، مش فاكر اسمها، باور سباي تقريبا، مش فاكر اسمها ايه بالظبط، راسبري باي. هي حاجه ريسبري باي بالظبط، حاجه اقل تقريبا، صح؟ هو الفكرة ان الراسبري باي هي يعني جنرال بيربس، يعني هو كمبيوتر صغير. لكن انفيديا جيسون هو فوكس اكتر على الايدج كومبيوتنج بتاع الماشين ليرنينج وكده. بالظبط. هو بس ما ده هو اللي كنت عارفه. على حسب انهي موديل معاك، بس هو ممكن يكفي يعني. بس هو الفكرة انا مش متذكر اذا كان هو يعني برضو يعني ينفع يأكت از جنرال بيربس، بحيث تستخدم حاجات كتير جاهزة. يعني لو معاك لينك للموديل او حاجة، بحيث يعني لو، لان ممكن يكون في ليميتيشن ان هو ممكن يستخدم APIs معينة او كومبوننتس معينة، مش كل حاجة. يعني في فكرة الراسبري باي، يعني احنا مستخدمين الراسبري باي وهي أداة الغرض وزيادة يعني، وخصوصا لو موديلز احدث كمان. يعني لو هتجيب الراسبير باي زيرو دلوقتي، الهاردوير بتاعها يعني فوق الممتاز، اوكي. وحجمها صغير جدا. يعني الراسبير باي زيرو حجمها صغير جدا. الديمو اللي احنا كنا عاملينه براسبير باي 3 بي، كان عشان يعني هو كان اوريدي كل حاجة كانت شغالة على راسبير باي زيرو، بس كانت بطيئة جدا، لأن زيرو اللي كانت موجودة ساعتها كان الهاردوير بتاعها ضعيف. فعملنا بس الديمو على ال 3 بي عشان يبقى الدنيا اسرع، بس علما بان حاجه زي كده لو اتعملت في ماس برودكشن انت ممكن تعمل يور اون اس او سي يعني، وساعتها الدنيا تبقى بسيطه يعني. فبالنسبه يعني بغض النظر عن موضوع البورد، هو مهم لانه هيفرق معاك في انت هتابروتش الحاجات دي ازاي. بس بالنسبه لحته ال انت عايز تعملها بالصوت او عايز تعملها بالتاتش، هو يعني احنا كنا عملنا يعني كنا بنتواصل بشكل دائم مع جمعية اسمها ممكن. دي يعني بيسكلي بتسبورت اي بروجكت معمول للناس الكفيفة، فكنا بناخد فيدباك من الناس الكفيفة على طول. فكان ده من ضمن الأسئلة المطروحة. يعني هو حرفيا ما عندوش اي مشكلة اطلاقا ان هو يتعامل مع الابليكيشن والتاتش. يعني اللي انت شفته في الديمو دوت، عشان انا بستخدم الابلكيشن عادي، يعني دي مجرد زراير انا بدوس عليها، لكن هو بيبقى مشغل اللي هي الاكسسبيليتي فيتشر بتاعت اللي هي التكست تو سبيتش، وهو بيتعامل معاها بطريقه مختلفه تماما عن يعني عن الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها. وهو بينافيجيت الموبايل كله بالطريقه دي، ما عندوش اي مشكله، بل بالعكس هيبقى اسرع له بكتير جدا يعني. فبالنسبة له حتة الصوت كانت عملية، يعني كان بيكلمني عن سيري وكده، كانت حاجة يعني ممكن تبقى حلوة في حاجات، بس يعني نفس الاستخدام بتاعتنا يعني ملهاش دعوة بان هو يعني كفيف او كده. كان هو يعني convenient لما هي تبقى convenient بصفة عامة، اللي هو الأسئلة اللي انت عايز تسألها بسرعة يعني. غير كده بالنسبة له ان هو يتعامل مع الابليكيشن بنافيجيشن عادي خالص، وما كانش عنده اي مشكلة. فلو انتوا حابين تعملوا دوت او ده، it's up to you. بس انا مش شايف فكرة ان انت ترلاي على حاجة زي كده في السماعة نفسها. يعني انت يعني تعمل لوجيك خاص يعني هو الفكرة ان لو حاجة زي كده انت هتربطها بالابليكيشن، وهو حر عايز يشغل السبيكر، وهو حر عايز يبيرت مع ايربود مع اي حاجة، وبرضه هو حر. لكن اقصد يعني ما تزودش كومبوننت زيادة عليك، تبقى يعني يبقى زي سمارت سبيكر معمول خصيصا للابليكيشن، يعني انت مش محتاج لحاجة زي كده يعني. انت برضو ممكن يعني ممكن تتواصل مع حد تاخد منه فيدباك. دي دايما هتبقى احسن حاجة في بروجكت زي ده، لان ده اليوزر الحقيقي بتاعك، وتشوف هو ايه الافضل بالنسبة لهم يعني. ماشي، اتفضل يا سلام. حضرتك قصدك ان احنا يعني ما نعملش
احنا كنا في دور سبيكرز هيبقى زي كده قصدك ان احنا سبيكرز بتاعتهم يعني نعمل كونكت بالتليفون معلش هو الصوت ضعيف شوية. نعمل كونكت يعني كونكت بسبيكر التليفون ما نعملهاش سبيكر قصدها بالنضارة نفسها تبقى كلها على مقدار كده حاجة خاصة يعني انت قصدك اللي هو ما يعني ما تحطوش اللي هي السبيكر او السماعة مع النظارة. بالنسبة لي دي يعني حرفيا انت مش محتاج تعمل حاجة زي كده، لان هو ممكن بمنتهى البساطة يأتاتش اي سماعة هو عايزها، وثانيا انت هتسهل على نفسك المينتنس بتاعت حاجة زي كده. انت ايه اللي يخليك تحط يعني تزود نفسك على حاجة هي اصلا حاجة خطة اللي تبحثن، وانت مش محتاج تعمل حاجة غير انت تبيرت مع موبايل ابليكيشن اللي انت كده كده اوريدي هتعمله. تاني حاجة هم ضد دوت يعني بشكل كبير جدا، يعني كمية الرفض اللي كانت موجودة على الموضوع ده يعني هو بقدر الامكان بقدر الامكان عايزين الموضوع يبقى يعني ديسكريت مش باين، يعني غير ان هو يبقى نظارة شمس كده عادية وخلاص. هما بالنسبه لهم دي ما فيهاش اي مشكله، لكن مش عايز يبقى يعني حتى هو قالها لنا، يعني كان واحد اسمه استاذ احمد سكر، انا مش عايز ابقى فريك ماشي في الشارع، يعني اللي هو حاجات طالعه منه وهو داخله، يعني هو عايز ابسط اكسبيرينس خالص يعني، وده الطبيعي يعني. وفي نفس الوقت انت عندك ريسورسز دوت، انت لو اوريدي تايد مع ابلكيشن فانت اوريدي عندك ده، وده اللي احنا كنا عاملينه. الابلكيشن كان اوريدي بيرد عليك بالصوت، وهو لو حابب يأتاتش أي حاجة هو حر، فمفيش داعي تضيف الإفورت دوت وأنت حرفيًا في غنى عنه، ونسبة كبيرة أو هو حرفيًا يعني هيبقى كإكسبيرينس هيبقى أوحش من لو أنت استغنيت عنه واستخدمت حاجة ستاندرد زي من الحاجات اللي موجودة يعني. أنا بس عندي سؤال، أنتوا أوفرول كام واحد؟ احنا 9 جميل جدًا. يعني عايز اقول لك العدد دوت يعني كافي وزيادة كمان. انت دلوقتي حددت الفيتشرز اللي انت عايزها، انت قلت انت عايز اه بالظبط او سي ار، فيشل ريكوجنيشن، اوبجكت ديتكشن، ايمج كابشننج، و مع اللي هي الحاجات الاضافية بتاعتهم ان هو يبقى بيسيرش على حاجة او كده. ف دلوقتي I would assume يعني ان مش كله على علم ان حاجه زي كده بتعمل ازاي. ممكن يكون انا متاكد برضو ان الغالبيه من التيم انترستد بصفه عامه من الماشين ليرنينج، يعني احصائيا يعني انا طبعا ما اعرفش التيم، بس يعني كان اغلب يعني الموضوع ده يعني بيحصل مرتين او ثلاثه في السنه يعني، فكنت اغلب التيمز بتبقى انترستد بالموضوع. وفي نفس الوقت انت عندك كومبوننت تانيه موبايل ابلكيشن، ف من الاخر اللي انا عايز اوصله ان انت المفروض بتحدد الايفورتس اللي انت محتاجها. انت دلوقتي محتاج ايفورت في ماشين ليرنينج، محتاج ايفورت كبير فيه، في نفس الوقت محتاج ايفورت في موبايل ابلكيشن، عشان تحدد فعلا ايه اللي انت محتاجه. مش بس النقط العريضه اللي انت حاططها، انت محتاج تعرف الى حد ما من الديتيل يعني انت كل كومبوننت من دي او كل فيتشر من دي انت محتاج تعمل فيها ايه وهتستخدم فيها ايه. يعني مش لازم بالضرورة اللي هو النتيجة النهائية هتبقى ايه، بس لازم تبقى عارف ده عشان بناء عليه انت هتحدد الافورت اللي انت هتالوكيته للفيتشر دي. يعني هنيجي مثلا على الاوبجكت ريكوجنيشن اللي هو بتاع اللي تستخدم فيه مثلا، انت قلت هتستخدم كوكو، فهنا اللي انت محتاجه يعني يكاد يكون شبه جاهز. كوكو اوريدي جاهزة وموجودة وكل شوية بيتعمل لها ابديت، فانت يعني لو هتقسمها مثلا one person per feature، او لو feature كبيرة شوية ممكن تعمل لها يعني بير، فانت محتاج حد يبقى شغله الشاغل ان هو يذاكر حاجة زي كده الاول. ممكن تألوكيت مدة في الأول، احنا كنا عاملين كده، كنا حاطين مدة في بداية البروجكت كل واحد عارف هو هيذاكر ايه عشان هو عارف هو eventually هيشتغل على ايه، فدي حاجة يعني ضرورية.
بس في نقطة مهمة جدا في الأول برضو، إن أنت محتاج تريفيو البرودكت as a whole. أنت دلوقتي تخيل إن البرودكت دوت خلاص موجود، فا إيه اللي هيحصل في كذا، وتليست السيناريوز بتاعتك بحيث تعرف الانتجريشن بوينتس بتاعت كل فيتشر مع التانية، والانتجريشن بوينتس بتاعت كل كومبوننت مع التانية. يعني النظارة مع الموبايل هيكلموا بعض إزاي، هيكلموا بعض بلوتوث، هيكلموا بعض تي سي بي، هيكلموا بعض إزاي، ولما يكلموا بعض يعني ايه نوع الداتا اللي هتتبعت، ايه البروسيسنج، هيتعمل كله على النظارة ولا هيتعمل على الموبايل. فكل الحاجات دي محتاجة، يعني دي أول حاجة انتوا بتتكلموا فيها، لأن هو دوت اللي هيتبني عليه كل حاجة. وبعد كده دوت هيتبني منه الرولز بتاعتكم، مين هيتيك الريسبونسبيلتي على الموبايل ابلكيشن، ممكن حد أو اتنين، مين هيتيك الريسبونسبيلتي على different models اللي انتوا شغالين عليها، ومين اللي هيبقى من ضمن الرولز بتاعته ان هو يميك شور ان الدنيا دي ماشية، يعني project manager، team leader، اي حاجة من الحاجات دي. و بس بناء على الحاجات دي في الاول دي انتوا هتتكلموا فيها يعني مع نفسكم، اللي هو تعرف بس ايه المشكلة او المشاكل اللي قدامك، وبعد كده تبدأ توزعها على الناس. وبعد كده تبدأ يعني بناء على ده تبدأ تحدد فترة مناسبة، بس ما تبقاش طويلة، ما تبقاش حاجة مش مطلوب منك ان انت تتعلم كل حاجة قبل ما تبدأ الموضوع، اللي انت حرفيا مش هتتعلم حاجة بجد الا وانت بتنفذ. فبناء عليها هتحدد الفترة اللي هتذاكروا فيها، وكل شخص هيذاكر ايه اللي ريليتد باللي هو هيعمله. وزي ما قلت لك في شخص مسؤول عن ان كل الحاجات دي تمشي سموذلي، وفي نفس الوقت يبقى الانتجريشن بتاعهم من الاول اصلا واضح ومتحدد. يعني انا فاكر من ضمن الحاجات اللي فادتنا جدا هو ان احنا اوريدي كنا يعني معلمين كل انتجريشن بوينت بين كل كومبوننت والتانية، ومتكلمين فيها من الاول ايه المشاكل اللي هتبقى هنا وهنهندلها ازاي، بحيث ما توصلش في نص البروجكت تلاقي ان كل واحد عامل كومبوننت ايزوليتد ملهاش اي علاقة بأي حاجة تانية في العالم، محتاجة ايفورت من اول وجديد ازاي تخليها جزء من الكل اللي انتوا عاملينه. فدي اهم حاجة. ففي كذا طريقة، يعني انا طبعا مش هكلمك في تفاصيل ازاي ده، لان بتختلف من يعني تختلف كتير جدا، يعني حرفيا حقها يعني على حسب. بس هي دي مهمة عشان في الآخر خلاص ما يبقاش كل واحد عامل الكومبوننت بتاعته وانت مش عارف تشغلهم مع بعض. في حتة مهمة جدا، حتة ال performance. انت مهما كان عندك الموديل بتاعك، قصدي الهاردوير بتاعك، فانت المودلز اللي عندك حاول تفكر فيها هي هترن ازاي، هي هترن اون ديماند، سواء بغض النظر بقى هي فويس كوماند او زرار او ايا كانت السيجنال مصدرها ايه. يعني فدوت اون ديماند، في حاجه شغاله على طول، في حاجات شغاله كونكرنتلي. يعني من اللي انا فهمته منك ان هو مثلا انا بدور دلوقتي على ساعه، فانا ماشي بدور على ساعه، ففي كاميرا شغاله بتاخد فيد 24 ساعه لحد ما تلاقي الساعة دي. فطول ما هو في المود دوت مفيش أي حاجة تانية شغالة. كل الحاجات دي مش هتجيلك غير لما تتخيل الابليكيشن up and running وتليست all السيناريوز، كأنك بتحدد الفيتشرز اللي انت هتعملها، بس مش ككلمات عامة لأ، يعني خلاص الابليكيشن اتعمل. لما تعرف ده هتعرف ايه المشاكل اللي قدامك وايه الحاجات اللي ناقصاك اللي انت المفروض تذاكرها او اللي المفروض تجهزها، وايه الحاجات اللي مش هتعرف تعملها بالمناسبة، وفي الآخر ايه اللي انت المفروض تعمله بناء على ده. ودوت كده كده لازم يتعمل كتير، يعني ملوش طريق تاني غير كده. ففي يوم تكون وانت بتصحى موجودين فيه، او هيبقى اكتر من يوم، ممكن يوصل لاسبوع عادي، بس بحيث تبقى طالعين ببلان كاملة. بالمناسبة البلان دي مش يعني اغلب الوقت هتلاقي نفسكم بتخرجوا عنها، لان التنفيذ حاجة تانية خالص، وخصوصا في الاول يعني، فده طبيعي. بس يبقى في خطوط عريضة واضحة، معروف انت هتدليفر ايه على الاقل، وفي نفس الوقت هتبريورتايز ايه، فايه اللي هيخلص قبل ايه.
بحيث دوت اللي هتبدأ بيه يعني. ف دوت يعني الاوتلاين بتاع يعني السنة دي هتمشي ازاي يعني، لو انت عايز توصل لحاجة يعني. احنا لسه عندنا وقت يعني لتفاصيل وكده، فممكن نتكلم في شوية حاجات ممكن تفرق. يعني خلينا نيجي على الموبايل ابلكيشن مثلا. انا اعتقد بنسبة كبيرة يعني انتوا هتعملوه كروس بلاتفورم، صح يعني؟ ما اعتقدش ان في حد هيبقى مهتم يعمله نيتيف مثلا اندرويد ونيتيف اي او اس او كده، فما اعرفش يعني فكرتوا في حاجة زي كده ولا لسه؟ لا الصراحة لسه. ايا كان اللي هتعملوه يعني، انتوا قدامكم اوبشن، انت مش محتاج، طالما دوت مشروع تخرج انت مش محتاج تبقى بتسبورت كل البلاتفورمز، فانت عادي جدا تشتغل نيتيف اي او اس او نيتيف اندرويد، بس مش لازم تسبورت البوث بلاتفورمز يعني. بس لو حابب تشتغل كروس بلاتفورم من باب ان هو يبقى عصفورين بحجر يعني، وممكن يبقى ريلاتيفلي اسهل برضو، مش شرط قوي، عشان الحاجات النيتيف بتاعت البلوتوث والحاجات دي ممكن ما تبقاش احسن حاجة على حاجة كروس بلاتفورم. بس يعني في حاجات يعني لو كده يعني ممكن، يعني لو سمعتوا عن فلاتر ففلاتر ممكن يكون مناسب. انا شخصيا ما بحبوش بصراحة، لو اختار حاجة اختار رياكت نيتيف، بس يعني حاول الاختيار بتاعك بصفة عامة ايا كان اللي هيشتغل على حاجة زي كده. يعني فلاتر لو انت حاببها بصفة عامة او عندك اي اكسبيرينس فيه حتى لو كانت بسيطة، بيس. غير كده رياكت نيتيف لو حد عنده اكسبيرينس في جافا سكريبت او في رياكت كمان، حتى رياكت جي اس، يبقى ديفينتلي جو فور ات يعني. حاول ما تبدأش حاجة من الصفر الا لو انت فعلا محتاجها يعني. ولو نيتيف يبقى يعني دي اعتقد هترجع اللي هيشتغل في حاجة زي كده. لو حد اوريدي عنده اكسبيرينس في اوبجكت في سي او سويفت، هو اوريدي عارف هو هيعمل ايه، نفس النظام في جافا او كوتلين. لو حد حابب يشتغل في حاجة زي كده هيكمل نيتيف اندرويد. احنا في حالتنا اشتغلنا نيتيف اندرويد، ما حبيناش كروس بلاتفورم عشان كنا عايزين نيتيف فيتشرز كتير، ف حاجات كروس بلاتفورم عشان نحقق بيها نيتيف فيتشرز كان الموضوع ساعتها سخيف جدا يعني. ف كنا كده كده محتاجين نرجع نيتيف في كذا حاجة، فقلنا ناخدها من قصرها يعني ونعمل نيتيف ابلكيشن. بالنسبة للكوميونيكيشن ما بين السيفرال كومبوننتس، احنا كان عندنا كومبوننت تالت اللي هو الوايت كين اللي هي العصاية بتاعت الناس الكفيفة، كنا عايزين نعمل سمارت ون، وكنا دي كانت من ضمن يعني الكومبوننت التالتة بتاعتنا، وبرضو متوصلة مع الموبايل ابلكيشن ومع النظارة. هي كانت اكشلي جزء من الفانكشناليتي بتاعتها انها زي ريموت كنترول للنظارة يعني، بحيث لو هو مش عايز كل مرة يطلع الموبايل من جيبه ويدوس على زرار أو يتريجر كوماند معينة، فهو كده كده ماسك العصاية في إيده، فممكن فكان عنده يعني كنترول. اتفضل يا تيم. هو دلوقتي مفتكرش ان احنا متوفر عندنا ناس تعرف تشتغل حتة الموبايل ابليكيشن، يعني ايا كان الحاجة اللي هنشتغل عليها اي او اس اندرويد ايا كان يعني. فلازم ان احنا نقسم نفسنا من دلوقتي، ولا ممكن كلنا نشتغل في جزء الموديلينج والحاجات دي وبعد كده نبقى كلنا نشتغل في جزء الفلاتر او ايا كان الحاجة اللي هنستخدمها؟ هو سؤال جميل، بس عشان جزئية تانية خالص يعني أنا كده عايز أدرسها بصفة عامة. العدد مش دايما أو يعني أغلب الوقت مش ميزة يعني، ما ينفعش نبقى كتير في حاجة واحدة، ده هيدمر الموضوع أكتر ما هو هيفيده. يعني الأحسن إن احنا نبقى نفسنا. يعني أنا مش بقول إن أنتوا تنعزلوا، بس بقول إن يبقى لا لا فيه لا، ما احنا كده كده لازم كله يبقى عارف كل حاجة، يعني ده بالظبط. أساسي. بس بالظبط اللي بتكلم فيه إن احنا يعني اختصارا للوقت، يعني ما هو عشان ما نحسش الفكرة نقلة في ان تو انجينيرز شغالين على بروجكت وهياخدوا وقت معين يعني. يعني الحاجات دي بتتقال كتير يعني، وهي حقيقية للأسف. زود كمان 2 انجينيرز في التيم، فالوقت بدل ما هو كان أسبوعين هو هياخد شهرين. لأن وده كمان حصل معايا عن تجربة يعني، في أحد البروجكتس العدد
فعلا ممكن يكون مشكلة كبيرة في حاجة مش محتاجة العدد. ف يعني I think طالما ما فيش حد عنده يعني اهتمام او experience بصفة عامة الموبايل in general يعني، فممكن 2 شغالين على البروجكت هيبقى كافي جدا، ممكن 3 maximum يعني، بس اكتر من في كده الورنينج يعني، ولا في ال ولا في أي حاجة في الأول؟ لا لا، بتكلم على الابليكيشن in general يعني، بتكلم أوكي. على الاكسكيوشن بتاع الابليكيشن اللي هو الديفلوبمنت نفسها. طيب ما فيش حاجة تمنع ان حد شغال على الموبايل ابليكيشن يشتغل، يعني مش بس كده، او كده كده المفروض ان التيم كله ابديتد على كل حاجة، لكن اقصد ان هو يبقى يشتغل في اكتر من حاجة، يعني سواء اكتر من موديل او اكتر من كومبوننت، يعني يبقى شغال على الموبايل ابليكيشن وفي نفس الوقت شغال على حاجة في المودلز اللي موجودة. فكل دوت يعني بالعكس كل دوت يبقى يا ريت، وكل ما كانت الكومبوننتس الناس في الكومبوننتس متوصلة كل ما كان احسن في الانتجريشن يعني. اتفضلي يا رحمة. هو دلوقتي مثلا احنا بإذن الله هنبدأ شغل، هو هنبدأ ايه بالظبط؟ ايه المفروض نبدأ بيه في الأول، ولا ايه؟ المفروض نبدأ بيه الأول وبعد كده الصوت قطع عارفين خالص. فيه وعارفين ايه بالظبط يا قصدها ال steps، step 1 و step 2. ماشي. لو يعني زي ما قلت هي بتختلف من تيم لتيم، بس لو هنحط ستيبس عامة، هو اللي كنت بقوله ان اول حاجة خالص البلانينج، ان انتوا هتقعدوا مع بعض تحددوا ايه الفيتشرز والسيناريوز اللي موجودة وقت ما الابليكيشن او السيستم ده خلص، وبعد كده تمسكوا واحدة فيهم واحدة واحدة، تشوفوا انتوا محتاجين تعملوا ايه وهتعرفوا تعملوها اصلا ولا لا، يعني في اصلا تشالنجز تمنع حاجة زي كده، هل التكنولوجيا حاليا اصلا بتسبورت فيتشر زي كده ولا لا، ايه مع كده تبرايورتايز الفيتشرز اصلا، ايه اهم حاجة من الحاجات دي، يعني الفيشر ريكوجنيشن اهم ولا الايمج كابشننج او اللي هو السين ديسكريبشن مثلا، والموبايل ابلكيشن هي كوميونيكيت ازاي، يعني الفلو اللي اليوزر هيستخدمه عشان يتريجر فيتشر معينة، يعني تحسموا الموضوع في موضوع هو بغض النظر سواء هي صوت او ان هو يستخدم زراير يعني او الاثنين او ايا كان، هو المفروض حاجة زي كده ما تفرقش قوي، لان الانتجريشن المفروض يبقى سيبريتد عن اليو اي يعني، فاليو اي دوت ممكن يبقى فويس كوماند او ممكن يبقى زراير او كده، فدي حاجة زي مش هتفرق. فايه اللي هتعمله برايورتيزيشن، وايه اللي مش هتعمله، وايه اللي محتاج ريسيرش قبل ما يتعمل عشان انتوا شغالين بيه، زي مثلا فلاتر، فانت دلوقتي بفرض مثلا انت هتستخدم فلاتر او هتستخدم رياكت نيتف او نيتف اندرويد ابلكيشن او اي اس، فدي حاجة يعني انشارت تيريتوري في التيم، فانت محتاج كده اول خطوة يعني اول خطوة بعد الفترة بتاعت البلاننج دي هي مذاكرة حرفيا، كل واحد هيذاكر الحاجة اللي هو اللي ريتد ليه، سواء بقى في كورس معين سواء في كتاب ايا كان، ودوت هيبقى مدة معينة، وهتتعاملوا مع المذاكرة دي يعني دايما انصح بكده، يعني تتعاملوا مع فترة المذاكرة دي عشان ما تبقاش بس فترة عايمة، انها كأنها فترة اكسكيوشن يعني، ريبورت كل يوم كل يومين ايا كان زي ما تحبوا يعني، انا وصلت لكذا، اللي واقف معايا بكذا، كأنك في فترة اكسكيوشن بتقول انا خلصت كذا وداخل على التاسك الفلانية، في تاسك واقفة معايا، هي دوت هيخلي الموضوع يمشي، وفي نفس الوقت مش هيبقى كل واحد معزول عن التاني يعني، وهيبقى اسرع، والدنيا برضو دايما 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 موضوع ان انت تسينك مع بقية التيم، يعني سينكرونايز مع بقية التيم، يعني ان انت كله هيبقى على نفس الصفحة، يعني مش هتتفاجئ في النص ان في حد شغال على حاجة ملهاش علاقة بالبروجكت، او حد ما يعرفش اصلا ان الفيتشر دي موجودة في البروجكت مثلا، زي ما بيحصل للاسف في بروجكتس كتيرة. فاول خطوة جنرال سبيكينج يعني، برضو الموضوع يرجع لكم على حسب الاحتياجات، هي المذاكرة، بعدها فترة الاكسكيوشن دي كل واحد خلاص يعرف هو ايه المطلوب منه، انت دلوقتي لسه ذاكرت عشان تبقى عارف انت مش عارف ايه، او عارف انت هتبدأ تكسكيوت محتاج تسيرش في ايه، يعني لو هتشتغل في اوبجكت ديتكشن انت دلوقتي عندك مشكلتين رئيسيتين، موضوع
ان انت يبقى عندك الموديل اللي بيعمل اوبجكت ديتكشن، ودي الى حد ما نسبيا يعني امرها سهل. بس عندك مشكله البرفورمانس وعندك مشكله الانتجريشن، ازاي حاجه زي كده هتبقى جزء من السيستم. فمن الحاجات اللي انت محتاج تعملها في الاول هو ان انت تحدد اصلا ازاي الكومبوننتس دي كلها هتتكلم مع بعضها. ف دي خطوة ضرورية. احنا على سبيل المثال مثلا اتفقنا ان في انترفيس موحدة لكل موديل، كل موديل عنده اي بي اي موحد، يعني فانكشن مثلا اسمها انفير، دي اللي هي بتاخد الانبوت اللي هو ايا كان هو ايه وبتطلع اوتبوت، سواء بقى بتاخد صورة وبتطلع منها اوتبوت. كل ايا كان هتعمله ازاي، كنا موحدين تو فانكشنز لكل موديل بتعمل حاجة زي كده. فانت مثلا ممكن تتفق على حاجة زي كده. في عندك حاجة هي مش برودكت او مش فيتشر، بس هي من غيرها ولا برودكت هيشتغل، زي اللي انت ازاي تمنتين الكاميرا فيد اللي شغال على طول عمال يصور وتاخد منه فريمز وتبعتها للكورسبوندنج مودلز لو انت محتاج. ف دي يعني لو اتكلمنا عن الجزئية دي فاحنا كده بنتكلم على يعني تقسيم الايشوز بتاعت الفيتشر بتاعت النظارة بصفة عامة. فده هيطلع كنتيجة للبلاننج، ان انت هتبدأ تقسم الحاجات دي، ان في حد مسؤول عن الكاميرا فيد وان هو يرن المودلز دي، في حد مسؤول عن ان هو يرسيف السيجنالز اللي جاله من كنترولر ايا كان هو ايه، ايا كانت هي ايه، سواء فويس كنترول جاية من موبايل جاية من ان شاء الله يكون يعني بني ادم ايا كان. وفي حد مسؤول ان هو يرن موديل زي بتاعت السين ديسكريبشن مثلا، ان هو يشوف مكان ويقول ده في شجر وفي كذا وفي كذا، اللي هو الموديل بتاعه اسمه ايمج كابشنينج. الحاجات دي محتاجة ان انت تبقى عارف الاندرلاين نتوركس اللي موجودة فيها والمودلز بتاعها شغالة ازاي. زي هتحتاج اللي هي انت هيبقى عند ايه، انت اوريدي في مودلز جاهزة، بس بنسبة كبيرة هتضطر تتشين اكتر من مودل مع بعض عشان تطلع النتيجة اللي انت عايزها. ف هتحتاج تذاكر ده بمنتهى البساطة عشان تبدأ تمبلمنته. وبرضو هتحتاج يعني دايما حط في الاخر خالص ايا كان الفلو بتاعك انت شغال على انهي فيتشر حتة البرفورمانس اوبتمايزيشن، عشان ده دايما هيكون مشكلة مهما كان. يعني لما اقول لك الهاردوير كويس ده معناه ان هو كويس يشغل حاجة اوبتمايزد، بس طبعا لا يقارن مع حتى لابتوب عادي خالص يعني. ف اغلب المودلز بتعملها حاجة مثلا اسمها كوانتايزيشن، ف دي طريقة ممكن تنفعك في حاجات كتير. لو انت بتستخدم تنسر فلو مثلا او كده، فتنسر فلو لايت هو اوريدي بيعمل دوت اوتوماتيكلي من غير ما تعمل حاجة. فلو اتكلمنا عن تاني خطوة، خلاص انت ذكرت اهو تعرف انت هتعمل ايه. فانت هتبدأ، كل واحد هيبدأ اكسكيوشن في الفلو بتاعه، الفيتشر اللي هو شغال عليها او التاسك اللي هو شغال عليها جوه فيتشر. ممكن يكون اكتر من شخص شغال مسؤولين عن فيتشر معينة. بس طبعا دوت هيبقى بناء على اولوية الفيتشرز. في حاجات اهم من حاجات، يعني مثلا الاوبجكت ريكوجنيشن مهم، بس هل مثلا يعني الاو سي ار اهم، ولا ان الاوبجكت ريكوجنيشن اللي هو بيدور على حاجه مثلا اهم، وهكذا. يعني حاجه سكندري او فيتشر اضافيه بتكمبلمنت فيتشر موجوده بالفعل، مش بالضروره تكون اهم من فيتشر تانية اساسيه. فيعني قسموها الفيسز اللي هو ان انا هشتغل على كذا الاول وبعد كده كذا. في حاجة في الأول، في حاجات يعني أهم حاجة، ودي بعد المذاكرة، إن أنتوا تحددوا نقط الانتجريشن اللي أنا كنت قلت عليها في الأول، اللي هو أنت هت implement الفيتشر بتاعتك دي إزاي، هتشتغل على الفيتشر، يعني إيه النتيجة النهائية المفروض إنها تبقى عاملة إزاي. فزي ما قلت لكم كمثال مثلا، إحنا كنا حاطين بروتوكول إن هو أي فيتشر هتبقى يعني at higher level هيبقى بيت اكسبوز تو فانكشنز، ده اللي هيتعامل معاهم، والباقي كله هيدن، محدش مهتم هو معمول ازاي. فحاجة زي كده ممكن تعملها. هتحدد البروتوكول انت هتتعامل بيه، يعني كل دوت لازم يتعمل قبل الاكسكيوشن. هل الكومبوننتس دي هتكلم بعضها بلوتوث؟
الستاك بتاعك الهاردوير بتاعك دوت جيتسون، انت عرفت خلاص تمشيه وعارف هو يقدر يشيل ايه ويقدر يعمل بروسيسنج اون بورد ولا هيحتاج يعمل بروسيسنج على الموبايل ولا لا. و بالنسبة للموبايل نفس جزئية اللي هو السيجنال دي هتتبعت ازاي، هل ازاي هتتعمل ازاي، هل هو فويس ولا لا. والحاجات دي لو انتوا متفقين عليها ودوكيومنتد محدش هيتوه بعد كام شهر، لان يقينا يعني او يعني هتوه اقل، لان مفيش حد ما بيتوهش بعد كام شهر، لان مش كل الناس اونلاين ومش كل الناس فاكره بس. وبعد كده بعد ما بقى عندك فكرة عن كل المشاكل اللي موجودة في كل فيتشر وعندك البريوريتي ليست بتاعتك، هتبدأ الاكسكيوشن بالطريقة دي، وبرضه هتسينكرونايز مع التيم انترفال انتوا هتحددوها. واعتقد ان في اكيد في دكتور مشرف او كده يعني بتسينكرونايز معاه وتابديته بالحاجات دي. احنا كان عندنا كنا يعني واخدين البرواكتيف ابروتش، يعني برضه انا عارف ان ممكن تكون دكاترة الجامعة يعني صعبين شوية في حاجات، ف يعني انت ممكن تفضل يعني. هو بس بمناسبة المشرف اللي يكون معانا، هو ايه مسؤولياته تجاهنا؟ يعني هو المفروض يبقى بيعمل لنا ايه؟ هي المفروض حاجة والواقع حاجة، أتمنى يكونوا الاتنين واحد، يعني احنا الحمد لله في حالتنا كانوا الاتنين واحد، بس أحب أعرف الاتنين بقى. المفروض هو فولي اوير بالبروجكت بتاعكم، يعني فولي اوير بمعنى ان هو عارف كويس جدا نوعية المشاكل اللي عندكم، مستني يشوف هتحلوها ازاي، عارف كويس الليميتيشنز بتاعت حاجة زي كده، ومفروض انه عنده اجابات لاغلب الاسئلة دي، ومش مطلوب منه ان هو يبقى يعني يبقى عنده القدرة ان هو يعمل بروجكت ده بنفسه، بس مطلوب منه يبقى عارف يجاوب أسئلتكم عن البروجكت دوت ويوجهكم لل الحاجة اللي المفروض تعملوها عشان تخلصوا من الحاجة اللي واقفة معاكم دي، أو إن هو يغير لكم الطريق تماما خالص بحيث يبقى الطريق أقصر بكتير جدا للحاجة اللي انتوا كنتوا عايزين تعملوها. فدوت مش هيحصل غير لو الشخص دوت fully aware بالبروجكت وبالتكنولوجيز اللي فيه، وفي نفس الوقت عنده mentorship abilities، يعني فهو مسؤول ان هو يسي ثرو، هو مسؤول يعني نجاح البروجكت من ضمن مسؤولياته مش مسؤوليتكم انتوا بس. وبنفس النظام على الدكتور، يعني دوت لو معيد او كده نفس النظام الدكتور، الدكتور اللي المفروض ان هو بيحدد ايه الاولى، يعني دي من الحاجات اللي المفروض يعني في الفترة دي في البلاننج المفروض بتعرضوها على الدكتور، ان موضوع البرايورتيزيشن بتاع الفيتشرز، ان انت انا عايزين نعمل دي وعايزين نعمل دي وعايزين نعمل دي. هو ممكن بمنتهى البساطة يقول لك لا انتوا مش هتقدروا تخلصوا دوت في مدة معينة، يعني دوت مثلا حصل معانا احنا كنا عندنا يعني لودز اكتر من الفيتشرز عايزين نحطها، لكن الدكتور كان نصحنا ان احنا حاجة زي كده هتشتتنا، وده كان حقيقي. فمفروض دي من مسؤولياته، لان هو يعني عدى عليه من دوت كتير، فهو بالخبرة عارف ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش وايه الاولى من التاني. طبعا ده يعني اولى في حتة ال يعني هو في الاول في الاخر خالص كهدف الكلية من حاجة زي كده، هو انت تطلع مش عامل حاجة جاهزة للسوق قد ما انت تبقى عملت حاجة، فانت اوريدي عندك تجربة في الموضوع، مش طالع للسوق ما عملتش حاجة خالص، و المفروض انت تكون اتعلمت منها، المفروض ان تكون اشتغلت بإيدك منها، وهو ده يعني القصد من انت اتعلمت، لان هي دي انت بقالك 4 سنين او 5 سنين بتتعلم، ف بس دي السنة اللي هتشتغل فيها المفروض يعني، فده تعليم من نوع تاني خالص، وهو ده التعليم الحقيقي. فدور الدكتور أعم بكتير من دور المعيد اللي معاكم مثلا، دور الدكتور إن هو يمشي البروجكت ويميك شور إن هو ده فعلا اللي بيحصل، إن هي دي الاستفادة اللي بتعود عليكم فعلا من البروجكت، وهو
و ان كل الناس فعلا شغالة، ان كل الناس فعلا بتتعلم وبتستفيد من الموضوع، و يريدايركت الموضوع لو هو اتضح ان هو ماشي في مكان غلط يعني. وبرضو طبعا هو كده كده فولي اوير، بس يعني ان جنرال فورم يعني، ان هو البروجكت بتاعك ده عبارة عن ايه، وفي نوعية من المشاكل بس ات هاير ليفل يعني هو ممكن يساعدكم فيها. واهم حاجة اللوجيستكس، اللي هو الريسورسز اللي انتم محتاجينها، سواء تشتروا كومبوننتس، سواء محتاجين مكان، اي حاجة من الحاجات دي المفروض ان هو بيوفرها يعني. الواقع ان انت اوقات كتير وارد جدا تبقى انت بتأسيوم الرولز دي بنفسك، يعني مش بالضرورة الدكتور او المعيد يكونوا قادرين او عارفين او فاضيين، ايا كان ايا كان السبب بقى يعني. فحاجات يعني مش معنى ان هم مش بيأدوا دورهم ده معناه ان دورهم يعني خلاص يعني انتوا في غنى عنه، فلا، ده معناه ان للاسف كده عليكم added بريشر ان انتوا تحاولوا بقدر الامكان تعملوا الحاجات دي، او ان انتوا تحاولوا بقدر الامكان تعملوا يعني يعني تاخدوا نتائج الايفورتس دي من مصادر تانية. يعني مثلا مثال بسيط هنا، احنا عملنا قعدة صغيرة كده دردشنا فيها يعني في الموضوع عن ازاي هنعمل البروجكت. ف يعني اي اسيوم حاجة زي كده يعني كان من باب اولى تعملوها مع المشرف بتاع المشروع، بس يعني انا متوقع اسباب يعني. ف يعني باختصار يعني هتضطر تشوف بديل لحاجة زي كده، لأن حاجة زي كده يعني هي أهم حاجة، لأن في الآخر أنت مش بتجيت ريفيود يعني المفروض مناقشة المشروع، مش يعني البروجكت بتاعك روش قد إيه أو صعب قد إيه. البروجكت عبارة عن بروسيس كاملة، فانت بتتقيم المفروض يعني، ده المفروض، وده بيبقى برضو موجود بنسبة كبيرة يعني. يعني اللجنة بتبقى أكتر من شخص، ف يعني إحصائيا يعني هيكون في أكتر من شخص بيقيموك صح يعني. فانت المفروض انت بتقيم على شغلك في المشروع كله يعني، البروسيس نفسها مش بس النتيجة. النتيجة بل بالعكس، النتيجة عمرها ما فرقت تقريبا. أعرف ناس ما وصلت لحاجة حرفيا، مفيش حتى حاجة يعملوها برزنتيشن، و يعني ما سقطوش يعني، على عكس ما في ناس بتبقى متخيلة يعني. وده ليه؟ ده لأن كان في كذا غلطة من الأول، إن هما كانوا عايزين يعملوا حاجة وهي أصلا تكاد تكون تكنيكلي امبوسيبل يعني إنها تتعمل، فما فيش نتيجة حقيقية، لأن دوت كان كله عارف إن ما فيش نتيجة حقيقية تطلع لي كده، بس كان في effort من الناس، كان في كذا، كان في البروسيس نفسها كانت سليمة عند بعض الناس. أغلب التيم اشتغل، ف في عوامل كتيرة جدا بتأفكت ال يعني الريفيو بتاعت البروجكت بتاعك. بروجكت زي البروجكت بتاعكم هو دوابل، مش بس عشان يعني حرفيا ناس كتير عملت نفس البروجكت قبل كده يعني، ففي actual physical proof، بس هو فعلا من يعني technically wise يعني هو doable. الهاردوير اللي موجود دلوقتي يقدر يعمل أكتر من كده بكتير. الحاجة اللي المفروض تذاكروها، الوقت اللي موجود يكفيها بكتير يعني. احنا لسه في بداية السنة، أنا فاكر إن احنا لما عملنا البروجكت من الحاجات اللي فادتنا كتير جدا جدا هي اللي كانت موضوع البلاننج اللي قلت عليه. احنا عندنا شهر على فكره، شهر او شهرين تقريبا بنبلان. انا بقول لكم اسبوع على اساس ان يعني هي بتختلف يعني. احنا في الكيس بتاعتنا كنا بنحاول نغطي اكبر قدر ممكن، وخصوصا ان احنا كنا شايفين ان احنا عندنا وقت يعني. هي تريد اوف يعني، يا اما حرفيا تحدد كل حاجه وبعد كده تخش، او ان انت تحدد بس الاساسيات وبعد كده تخش، ف ايا كانت الاستراتيجي اللي تناسبكم يعني. فاحنا بالنسبه لنا عملنا بلانينج شهر او شهرين تقريبا،
الناس كلها كانت بدأت اوريدي، فكان في نوع من انواع اللي هو انتوا ما عملتوش لسه حاجة اصلا. بس بعد شهرين البلانك دول لما بدأنا اكسكيوشن كان كل واحد عارف هو مش عارف ايه، وكان كل التيم يعني سينكرونايز مع بعضه، فكان كل التيم ماشي في الموضوع ده. I think احنا كنا اول ناس خلصنا، وكان فاضل تقريبا 3 أو 4 شهور حاجة زي كده، واغلب الناس كانوا وقفوا في البداية اللي هم بدأوها يعني. ف بس كل الفكرة planning كويس، communication كويس، integration كويس، وابديت يعني ابديت دايما المشرف بتاعك. وفعلا الموضوع يعني مفهوش عقبة فظيعة يعني، بل بالعكس هو يعني فعلا فعلا لو الهدف من حاجة زي كده انت فعلا تتعلم، ف يعني استثمر فيها وقت كبير جدا يعني، حرفيا استثمر فيها وقت كبير جدا، مش هتندم خالص، هتتعلم كتير قوي قوي يعني. يعني التيم بتاعنا كله حرفيا من اكتر الحاجات يعني اللي فاتت بصفة عامة في الموضوع. اتفضل يا دي. طيب، بما ان حضرتك قلت ان الفكره ممكن تكون اتعملت كتير، وبما ان حضرتك برضو عارف دلوقتي الفكره بتاعتنا، شايف ايه ميزنا عن عن الناس اللي بره اللي عملت؟ بحب اسمع رايي بصراحه، في حاجه تميزنا قول لنا عادي. لا 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 بجد، هو في حاجة لفتت نظري اللي هو حتة ان هو انا عايز ادور على حاجة يعني. حتى في الاول خالص انا كنت بحسب ان اللي هو انا عايز موبايلي فين، عشان انا نسيت هو فين. انا كنت بحسب ان دي حاجة، ان دي حاجة هتبقى مفيدة اصلا لشخص مش كفيف يعني، حاجة زي كده كانت فظيعة يعني. ف هو بيقول لنا انه فاضل 10 دقايق بس عموما يعني. فالمهم ايه اللي بيميزكو في حاجة زي كده هتبقى مفيدة جدا. بس انا عندي سؤال، الحاجات دي محتاجة يعني، فكرتوا ان الحاجة دي هتشتغل اونلاين ولا لا؟ يعني يعني انا كيوزر محتاج اكون متوصل بداتا او واي فاي او كده عشان السيستم ده تشتغل ولا لا؟ دي هتبقى مشكلة لان يعني هو على حد علمنا، ان حاجة زي كده مينفعش تتم من غير ما يبقى فيه انترنت يعني في العموم، فلو هي ينفع تتعمل من غير ما يكون فيه تواصل يعني على النت، فأفتكر دي هتبقى حاجة كويسة يعني. لقيت حضرتك لفت نظرنا ليها. هو بالظبط، هو هي حاجة زي كده تتعمل يعني. هي دي فايدة الجيتسون بورد او الراسبير باي او كده، ان انت يبقى عندك هاردوير تعمل عليه، تنفذ عليه يعني البروسيسنج دوت على البوردة نفسها. وده طبعا مهم جدا، خصوصا البوبيوليشن اللي انت بتتكلم فيه، انت عايز تعمله تارجتنج هنا. يعني احنا في مصر بصفة عامة يعني مش كل الناس كونكتد 24 ساعة، وحاجة زي كده ما عادتش محتاجة حرفيا انت تبقى كونكتد. ف دي كانت نقطة، دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية الاوتبوت بتاع المودلز ده عربي ولا انجليزي؟ هو احنا في هيبقى في كذا لغة يعني، بس هو المين يعني هم عربي لا هم وإنجليزي. بالظبط المين عربي وانجليزي يعني، هو دايما العربي سبورتد. إن شاء الله هو يعني. معلش كان عندي سؤال تاني بالنسبة للجيتسون بورد والكلام ده، هل هي مثلا هتبقى لازم تبقى كونكتد بالنظارة على طول، ولا في طريقة تانية؟ لأ يعني تبقى مش كونكتد على طول بيها، أو يعني قصدي تبقى متركبة معاها يعني، والكاميرا برضو اللي هتبقى موجودة في النظارة، الحاجات دي كده كلها، ما هو ده، ما فهل هي ده دي النظارة على طول؟ بتاعتك. ما هو انت بتتكلم على اساس انها مثلا حجمها كبير او كده، اه هي حجمها قد ايه يعني؟ حجمها مثلا حجمها مثلا زي دي كده. اه بالظبط، بس هي اطول سيكه بقى يعني، بس هي قوي يعني، تبان حجمها تمام. زيها كده يعني. هتبقوا احسن مع يعني، بص كبروتوتايب يعني، دي حاجة برضو ممكن تسأل الدكتور بتاعك فيها، اللي هو لو انت عايز تبروتوتايب عليها وتوصل بيها كاميرا. بالمناسبه برضو حاول تميك شور انت ينفع اصلا توصل بيها يعني حاجه على البي سي اي
كونكتور ولا لا، بحيث لو عايز توصل كاميرا او كده يعني، او حتى يو اس بي كاميرا ما اعرفش يعني، تشوف الاي او بتاعها ايه. ولو كده لو كده انت ممكن تكلم الدكتور وتقول له احنا يعني هي حجمها كبير بس ده بروتوتايب فممكن تعدي بيها يعني، اللي هو مش لازم تعمل اكشوال نظارة، المهم ان يبقى السيستم اب اند رانينج يعني. لو لا فانت هيبقى عندك حل احسن براسبير باي زيرو، اللي هي تستخدم الراسبي باي 04 تقريبا، دوت اللي هو اخر موديل كان نازل يعني، ده الهاردوير بتاعه ديسنت يعني هيكفي. ف حاجة زي كده هتكفي وهتعرف تشتغل بيها اوفلاين كمان يعني، يعني هتعرف ترن عليها المودلز بتاعتك لوكالي، مش محتاج ترن على كلاود سيرفيس او كده. انا ما يعني هو تقريبا كان في بالكم ان انتوا ترنوا حاجة زي كده على كلاود، ما اعرفش كان في بالكو سيرفيس معينة ولا ايه. لا لسه برضه مش عارفين بصراحة، أنا لسه طب معرفش كده. طب هو حضرتك اتكلمت عن المشرف بتاع البروجكت ان هو المفروض يعمل حاجات معينة وكده، فطبعا احنا مش عندنا الحاجات دي خالص ولا اي حاجة منها تقريبا. فبالتالي احنا برضو رجعنا لأول نقطة كنا بنتكلم فيها اصلا، ان احنا تايهين ومش عارفين نظبط الستيبس اللي نمشي عليها، يعني نبدأ اول خطوة ايه مثلا، تاني خطوة هكذا. لا انا قلت انا جاوبت على السؤال ده. لا لا احنا قلنا اول يعني اول حاجه بلاننج، البلان بتاعتنا برضو هتكون فيها ايه؟ البلان احنا برضو مش فاهمين. ماشي يعني نفس الفكره بس ممكن نقولها باختصار اكتر. في البلاننج انت بتحددي الفيتشرز بتاعتك اللي انت عايزه تشوفيها في البرودكت نفسه، وبعد كده بتحددي يعني ايه المطلوب، ايه الايفورت المطلوب عشان حاجه زي كده تتعمل، تمام؟ وبناء عليه بيطلع من عندك تاسكات، هي دي اللي بتبداي تشتغلي فيها. فانت عندك ايفورت عشان تعمل الاوبجكت ريكوجنيشن، عندك ايفورت عشان تعمل موبايل ابلكيشن، عندك ايفورت عشان تعمل الفيشال ريكوجنيشن. فكل حاجه من الحاجات دي محتاجه تكنولوجي معينه، محتاجه يعني ريسيرش معين عشان توصل له عشان تحققه. فهو دوت، فاحنا هنعمل كذا وكذا وكذا وهنرتبهم بناء على الأولوية، وهنبدأ نقصين الحاجات دي علينا. ف هي يعني هو دوت البلاننج. ف انا عارف ان انت دلوقتي، انا لو قلت لك انت مسؤولة عن السين ديسكريبشن اللي هو يبص على حاجة يقول ده في شجر وشارع وطريق وكده، جميل، بس انت مش عارف تبدأي منين. ايوه، ما هي دي بقى الستيب التانية اللي هي الريسيرش. هتحددوا مدة وكل واحد هيبقى assigned ان هو يذاكر الحاجة اللي related بالحاجة اللي هو المفروض هيشتغل عليها في الخطوة التالتة. ف انت لما تعملي research عن ازاي تعملي image captioning model او ازاي تعملي اللي هو scene description او كده، هتلاقي حاجات كتير فهتذاكريها. ويا سلام لو حاجة زي كده اتضافت في خطوة أخيرة في البلاننج، ان تحددوا التوبكس اللي انتوا هتذاكروها. يعني ده احنا من الحاجات اللي كنا عاملينها، ان انا خلاص انا مسؤولة دلوقتي عن الـ عن الـ image captioning، فانا مطلوب مني ان انا اذاكر ال CNN، ومطلوب مني اذاكر اللي هي كان اسمها ايه، والله ما فاكر كان اسمها ايه، كان اسمها RNN تقريبا، اللي هي ال recurrent. فانا مطلوب مني اذاكر ال two types of networks دول، اللي هي generate اللي هي انفير الايمج وبعد كده ينفير منها تكست عشان يجنريت الديسكريبشن اللي هيطلع في الاخر خالص. فانا مطلوب مني اذاكر دوت واذاكر ده واشوف حاجه زي كده اطبقها ازاي في الموديل اللي انا عايزاه. وخلاص بالنسبه للموبايل ابلكيشن، فانا دلوقتي هبص على كذا اوبشن في البلاننج، هنلاقي ان اسرع حاجه مثلا نيتيف اندرويد، فاقوم عامل سيرش على كورس معين، على كتاب، على اي حاجة جايد سريع مطلوب مني في الموبايل ابلكيشن دوت ان هو يبقى كونكتد مع ديفايس. فمن ضمن الحاجات اللي عايزين نشوفها الاوبشنز بتاعتنا بلوتوث، تي سي بي كونكشن، اي حاجة من الحاجات دي، وازاي اعمل دوت. فمطلوب مني ان انا اذاكر الجنرال اندرويد ابلكيشن ديفلوبمنت بصفة عامة كده، ازاي اعمل ابلكيشن بسيط، بعد كده ازاي اضيف له مثلا بلوتوث
اكونكت مع حاجه، وبعد كده ازاي اعمل يو اي بسيط بتريجر يعني اكشنز معينه وبس. ده الفلو مثلا بتاع الموبايل اللي ممكن يكون اكتر من شخص شغالين فيه. انا دلوقتي في الموديل بتاع اوبجكت ريكوجنيشن، فانا اصلا لو يعني بنسبه كبيره مش هتحتاج تعمل هنا ايفورت كبير، هتلاقي اوريدي حاجات جاهزه يعني، سواء كوكو او يولو او اي حاجه من الحاجات دي. يعني حرفيا انت سطرين ثلاثه ترمينال هيبقى عندك حاجه جاهزه يعني، وفايل بايثون قد كده مثلا. هتيجي على الموديل بتاع الفيشل ريكوجنيشن، هتقول انا هستخدم اوبن سي في ولا هستخدم كذا ولا هستخدم كذا. فكل الحاجات دي انا محتاج اذاكرها. ما انت بتحدد التكنولوجيز بتاعتك والاكتر من اوبشن، وبعد كده تستقر على اوبشن معين في كل فيتشر معينه، وبعد كده بتقول هي دي التوبكس اللي انا هذاكرها عشان اعرف اعمل حاجه، وهكذا. فكل دوت يعني ريليتد لبعضه يعني، عشان يعني دوت اللي هيحصل في البلاننج، اللي هيترتب عليه هذاكر ايه، اللي هيترتب عليه هنفذ الحاجه ازاي. واهم حاجه في كل دوت ان كل الحاجات دي تبقى سينكرونايزد، ويبقى فيه ريتروسبكت في كل الحاجات دي. مفيش مشرف او مفيش كذا، انتوا المشرف يعني، هيبقى ادد ايفورت. ودوت حال اغلب الـ يعني البروجكتس يعني، الا من رحم ربي يعني. وعادي يعني، كونسلت مع ناس اونلاين عادي، زي ما احنا بنعمل دلوقتي يعني. ولو عايز اي حاجه عادي انا موجود في اي وقت يعني. الموضوع بسيط يعني، بل بالعكس هو ده الواقع بتاع الموضوع ده يعني، في الشغل نفسه، وفي ال يعني مش بس في مشروع التخرج يعني. خلاص الناس كلها جت. طيب كنت بقول ايه الاحسن، ان احنا مثلا نجهز كل موديل ويبقى مثلا خلصنا مثلا الاوبجكت ديتكشن والتكست والفيس ريكوجنيشن الحاجات دي كلها، هل يكون احسن ان احنا نجهزهم ونخلصهم بعدين في الاخر خالص نشوف طريقه ازاي نخليهم يعني بينتجريتوا مع بعض، او ان احنا نحطهم على الابلكيشن مع بعض، ولا الاحسن ان احنا لما نخلص حاجه نحطها على الابلكيشن ونشغلها وتبقى خالصه خالص يعني؟ ده سؤال جميل جدا جدا جدا، وهي دي أهم حاجة حتة الانتجريشن. من الأول بغض النظر عن يعني كده كده هنيجي للحتة دي، بس هو من الأول خالص لازم يكون في حاجة واضحة ازاي كل حاجة هتنتجريت مع التانية، لأن في حاجات كتيرة بتدبند على بعضها يعني. أنا مش هعرف اعرف يعني، يعني اوصف لك المشهد اللي قدامي لو انت ما بعتليش الفريم اللي انت صورته، فهتبعته لي ازاي؟ فهل في حاجة يعني، هل هنثبت حاجة زي كده؟ هل انا بشغل المودلز دي على طول وكل فريم انا بصوره ببعته لهم، ولا ببعت لهم فريم على حسب يعني بناء على كريتيريا معينة بتحصل، ولا لما اليوزر يبعت اون ديماند، ولا الحاجات دي كلها مع بعض؟ فمن يعني اهم حاجه في البلاننج اصلا هو ازاي البروجكت هيشتغل يعني as a whole، ازاي كله على بعضه هيشتغل. فانت دلوقتي هتسال نفسك الاسئله دي يعني، انت يا بتاع الاوبجكت ريكوجنيشن، انا يعني محتاج منك ايه؟ محتاج اديك صوره تقول لي ايه الاوبجكتس اللي فيها، صح؟ ف انا كانتجريشن يعني الانترفيس بيني وبينك هو ده، ان انا اديك صوره تديني كذا. فبتاع الاوبجكت ريكوجنيشن هيشتغل ايا كان هيعمل ايه، ان شاء الله يجيب ساحر وهو بيبص على الصوره اوتوماتيكلي يطلع منها ايه. المهم ان يكون في انتجريشن بوينت، لما تكلمه تديله صورة ترد عليك بالحاجة اللي فيها، تمام؟ فهتطبق نفس الموضوع دوت يعني. أنا عارف إن أنا بتكلم in a broader sense يعني، مش بتكلم في يعني في actual implementation يعني. فرضا أنا أعتقد بنسبة كبيرة أنتوا ناويين تشتغلوا مثلا بايثون، صح؟ على ال تكون بايثون تمام. فلو حابب كمثال technical شوية يعني، هو حرفيا اللي انا كنت قلت لك من شويه، ان اللي هو الانتجريشن بوينت، اللي انا ابعت لك صوره تديني تكست، فانت هتعمل حرفيا فانكشن بتاخد
الصوره دي، الانكودد الصوره دي اللي انت اخدتها من الـ من الـ اللي هو الفريم بتاع الكاميرا مثلا، وهو اوتوماتيكلي بيرجع لك سترينج فيه الحاجات او اري اوف سترينجز فيها الاوبجكتس اللي هو عارف يعمل لها ديتكشن في الفريم ده. طيب بالنسبه للايمج كابشننج نفس النظام، هيرجع لك سترينج بدل ما هيرجع لك اري اوف سترينج، لانه بيرجع لك ديسكريبشن للسين كله، بس هو كل اللي محتاجه مثلا منك صوره. لو بصيت على اغلب المودلز هتلاقي الموضوع كده. ف انت بتبص على كل فيتشر وبتشوف هي هتشتغل ازاي. يعني انا هقول لك يعني حاجه بحيث تطبقها على كل حاجه دلوقتي. انا خلاص انا تخيلت ان الابلكيشن بتاعكو معمول والسيستم كله معمول، وانا ماسك الموبايل في ايدي اهوت والابلكيشن، وعايز اعرف ايه اللي قدامي دلوقتي. فانا مثلا يعني هدوس على زرار هتريجر السيجنال ايا كان بقى، هدوس هقول ايا كان. ف somehow لما بدوس على حاجة زي كده بيقول لي ان انا قدامي كمبيوتر وشاشة وساعة وحاجات من دي، تمام. ف انا هعمل دوت ازاي من ناحية تكنيكال؟ جهاز ونضارة، فا اه انا محتاج حاجة تبعت من هنا لهنا. ف بالنسبة لي الشانل دي ممكن تكون بلوتوث، ممكن تكون تي سي بي، ممكن يكون سلك سيريال، يعني ايا كان ده اللي هتحددوه بناء على مين احسن من مين، مين اسهل من مين، مين هيحقق اللي انا عايزه طيب وايه معلش المشكله. على المقطع، هو هيكون الأحسن البلوتوث ولا التي سي بي؟ على حسب بلوتوث ليه مشاكله، ان هو مش احسن حاجه ان هو يكونكت باكتر من حاجه، أبطأ نسبيا. تي سي بي يعني بلوتوث من مشاكله ان هو رو، ما يعني لو ليفل نسبيا برضو عن تي سي بي او كده، فهتضطر تعمل حاجات كتير بنفسك، وفي نفس الوقت بطيء. ففي حالة ان انت بس عمال تبعت يعني سيجنالز او تكست بس، يعني ما بتبعتش ديتا كبيرة، فبلوتوث هيبقى تمام. لو انت قدرت تخلي البروسيسنج كله يتعمل على البورد اللي انت شغال عليها، مفيش صور راحة جاية، مفيش ميديا راحة جاية من النضارة للموبايل، فبلوتوث هيبقى تمام معاك. غير كده الدنيا هتبقى بطيئة يعني. فبس دي فكرة بس هو في نفس الوقت في حاجة زي كده ممكن يكون عملي برضو، لأن الحاجات التانية في الامبلمنتيشن بتاعها أصعب، وبرضو ممكن تبقى اوفر كيل على مجرد بس ان الابليكيشن متوصل بالنظارة بس. ف تمام الحتة دي كده تمام. تمام. فانا دلوقتي يعني تشريح الفيتشر دي، ان انا محتاج كوميونيكيشن مع النظاره، ببعت فيه الايفنت دي ان انا محتاج الحاجه الفيتشر الفلانيه تشتغل، ومحتاج الريزلت بتاعتها. فكده انت اوريدي يعني عارف ايه الحاجات اللي انت المفروض تريسيرش عليها. بعد كده هتيجي تعمل نفس الموضوع ده في فيتشر تانية، هتلاقي ان في حاجات متشابهة، هتلاقي ان انت في كل المودلز دي بتعمل نفس الخطوة الاولانية اللي هو اعمل كذا، بتبعت حاجة على الشانل وبتستنى الاوتبوت بتاعها على نفس الشانل دي. فاذا الشانل دي واضح انها اولوية قصوى، يعني من غيرها مش هتعرف تعمل حاجة، فلازم تعمل قبل ما الحاجات التانية. هل ده معناه ان انت كاكسكيوشن يعني لازم تعملها، يعني الناس كلها هتعطل عليك لحد ما انت تخلص ان الابليكيشن يبقى موجود وبيكلم النظارة وبيبعت ويستقبل، بعد كده هنبدأ نعمل الفيتشرز؟ يعني هتعطل 9 أو 10 على effort بتاع الابليكيشن وبلوتوث مثلا؟ مش منطقي صح؟ لان لو كده انت حرفيا البروجكت ده هياخد منك يعني سنين، لو كل الفيتشر هتأجلها عشان هي معتمدة على الفيتشر التانية في حاجة مش هتخلص. بس انت ممكن تحل دوت ازاي؟ هتأسيوم حاجات،
يعني هي دي فكره الانترفيسز، ان انا عايز اسيوم ان انا دايما هيجي لي، يعني انا كاوبجكت ريكوجنيشن، انا فارق معايا حاجه زي كده، يعني الصوره اللي جايه لي دي اللي انا المفروض ان انا اعمل عليها انفرنس واطلع منها array of strings بتقول ايه الاوبجكتس اللي فيها. هل انا فارق معايا الصوره دي جايه لي من كاميرا، جايه لي من ديسك، جايه لي من بلوتوث، جايه لي بالبريد، جايه لي اي حاجه، انا فارق معايا؟ مش فارق معايا اي حاجه اطلاقا من الحاجات دي. ده معناه ان انا مش عطلان على حاجه زي كده، صح؟ صحيح انا مش هعرف اقوم الفيتشر دي كامله، ان انا ادوس على زرار في الموبايل يقول لي ايه الاوبجكتس اللي موجوده في الكاميرا، في الفيو فايندر بتاعي، بس ده مش معناه ان انا ما اقدرش ابدا اشتغل على الفيتشر. انا ما اقدرش انتجريت الفيتشر دلوقتي، بس اقدر اقومها وهتستها واعمل فيها كل اللي انا عايزه حتى لو ما فيش موبايل ابلكيشن تعمل، بس نكون في اتفاق على يعني انتجريشن بوينتس، ان انا ده الانبوت اللي انا محتاجه ودوت الاوتبوت اللي انا هديهولك في كل موديل، في كل كومبوننت. انا كموبايل ابلكيشن لازم ابقى واضح انا هديك ايه، انا هبعت لك المعلومه. يعني انا دلوقتي انا عايز اقول شغل الاوبجكت ديتكشن موديل، فانا هعمل حاجه زي كده ازاي؟ لازم انا وانت نبقى متفقين، لازم تبقى انت عارف انا هستقبل منك مسج نوعها ايه، بناء عليها هعرف انت عايز انهي فيتشر تشغلها، ولما ابعت لك ديتا هبعتها لك بطريقه انت عارف، لا لما المسج يجي لك دي الاوتبوت بتاع الموديل بتاع كذا. فحاجه زي كده لازم تتفق عليها. شوف بقى هتبعت حاجه زي كده بجيسون، شوف هتبعت حاجه زي كده ازاي، بناء على احتياجاتك وبناء على هاو كومبلكس المسج بتاعتك اللي انت عايز تبعتها. فدي برضو حاجه، بس هل يعني اهم حاجه زي كده تحدد انت عطلان؟ لا، ان انا كبتاع ايمج كابشنينج اقدر اعمل الموديل بتاعي كله شغال فولي فانكشنينج، وكل الفكره بس ان انا بيجي لي صوره، مش مهم هي جايه لي منين ولا ازاي ولا امتى، وهطلع منها الاوت، خلصت. وفي نفس الوقت ابقى عامل حسابي دايما على ده، ان انا at some point في function لازم تكون موجودة بتبعت بتديني صورة عشان اشتغل. يعني انت ممكن تعمل سكريبت، والسكريبت ده يعني في التيرمينال بيبصيله فايل صورة على الديسك، وهو بيقوم بي output ال description بتاع الصورة دي. كل ده حلو وجميل، بس ملوش اي 30 لازمة في السيستم، لان انت مش عارف انت كسيستم مش عارف تكلمه، دوت بيرن من التيرمينال، ملوش انتجريشن، ملوش انترفيس اقدر اكلمها، ملوش فانكشن اقدر اتعامل معاها. ف هو ده اللي انت هتعمله تيبيكلي في كل حاجة، هتمسك كل فيتشر كده سلايس فيرتيكال، تمام؟ انا يعني مش بقول لك اعمل الاول الموبايل وبعد كده اعمل البلوتوث وبعد كده ابدا المودلز، اعمل الموديل دوت والموديل دوت. انت في الفتره الماضيه انت بتفكر في الموضوع انها فيتشر. فيتشر يعني ايه؟ يعني انا بدوس على الزرار دوت الاوبجكت ريكوجنيشن بيقول لي كل الاوبجكتس اللي قدامي، دي كده فيتشر بتشمل الموبايل وتشمل الكوميونيكيشن مع النظاره وبتشمل الاوتبوت والانفرنس نفسه والاوتبوت بتاعه اللي هيرجع لي عشان الصوت اللي يشتغل عشان اعرف ايه الحاجه دي. دي كده فيتشر كامله. حابب تقسمها كده فيرتيكلي كده وتقول ان ده افورت مطلوب من ان حد يشتغل عليه، ياخد جزء الموبايل وجزء الكوميونيكيشن وجزء الانفرنس نفسه او الموديل نفسه، ما انصحكش. دوت ممكن يبقى عملي في تيمز تانية، بس هنا احنا لسه بنتعلم فبلاش. الاحسن ان انت تحدد دوت عشان تعرف بيه ايه التكنيكال ليميتيشنز وايه الحاجات اللي انت محتاج تذاكرها عشان تحقق حاجه زي كده. بس ابدا مشيها، بدل ما السكوب بتاعك يبقى فيرتيكال خليه هوريزونتال، ان انت تبقى زي ما في ناس مسؤولين عن الموبايل ابلكيشن وفي ناس مسؤولين عن كل فيتشر من الفيتشرز دي. بس قبل ما كل الناس دي تبدا في اي حاجه، هم اوريدي اتفقوا على الانتجريشن بوينتس بتاعتهم، ويعني اوريدي الموبايل عارف ان هو مثلا خلاص هيستخدم بلوتوث، واوريدي
الشخص المسؤول ان هو يرن المودلز بتاعت الماشين ليرنينج كلها مع بعض اوريدي عارف ان هو الكنترولز اللي هتجيله والطريقه اللي المفروض ان هو يستقبل ويبعت بيها الريزلتس بتاعت المودلز دي بلوتوث برضو، يعني مش ده شغال تي سي بي وده شغال بلوتوث، فالحاجات دي كلها لازم تتحدد بس. وبعد كده كل واحد عنده سكوب معين، انا عندي سكوب الاوبجكت ريكوجنيشن ومعاه مثلا الاو سي ار، هستخدم تيزر اكت او هستخدم اي حاجه من الحاجات دي، فانا مطلوب مني اعمل التو موديلز دول علما بان انا المفروض ان انا ات سام بوينت انا عارف ان انا هيجي لي حد بكود يبعت لي صوره فايل او انكودد ايمج باينري وانا برجع له الاوتبوت بتاع اللي هو سترينج او ايا كان. بس وكل واحد بيقون السكوب دوت من البروجكت ويبدأ يشتغل عليه. هل يعني تاني انا بتكلم على حتة ايزوليشن، انا عارف انها ممكن تكون واضحة اللي هو اكيد يعني مش كل واحد هيشتغلها، بس هي الايزوليشن بتحصل. يستحسن دايما يعني يكاد يكون كل حاجة انت بتعملها يبقى كل التيم عارفها، ودوت هيساعدك في حاجات كتير وهيساعد باقي التيم، ودايما هيساعد الانتجريشن ان انت هتلاقي نفسك في النص، ايه ده انت اشتغلت على دي ما انا كنت هعملها، حتى لو انت كنت من الاول موضح حاجات عامة انت مش هتوضح كل حاجة ومش هتعمل حساب كل حاجة، لان في يعني وقت الاكسكيوشن الدنيا بتتغير وهتقابل حاجات وهتقابل ليميتيشن وهتقابل حتة سد وهتقابل حاجات من دي كتير. فدايما خلي في يعني دايما في كوميونيكيشن بشكل يومي عن كل حاجة، وممكن تقسم الدنيا على حسب السكوبس وعلى حسب الحاجة، وممكن تقسم الناس تيمز لو حابب. احنا كنا مقسمين الموضوع لثلاث تيمات، كنا يعني ثلاث تيمات مع كوردينيتور بيكوردينيت التيمز مع بعضها، وكل تيم في كوردينيشن في التيم نفسه، ففي تيم مسؤول عن الموبايل ابلكيشن، وفي تيم مسؤول عن عن الماشين ليرنينج مودلز نفسها، وتيم مسؤول عن العكاز. مش بالضروره كلهم منفصلين، يعني تيم العكاز دوت كان هو نفس الناس اللي كانوا في يعني ناس من تيم الموبايل على الناس من تيم النظاره، بس يقدر يشيل اكتر من حاجه. وقدامنا وقت، البروجكت مش محتاج الوقت الكبير قوي دوت، بس طبعا انت معاك يعني كليه ومذاكره وي 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 كده يعني، فتقدر تعمل حاجه زي كده، وخصوصا لو انت استفدت بالعدد بالطريقه دي. فهيجي تيم الموبايل اوريدي عارف من الكوردينيتور او التيم ليد او ايا كان ان هو مطلوب منه ان هو يبقى بيسبورت بلوتوث، وان هو مطلوب منه ان هو يتعامل يعني يبعت مسجز من نوع كذا، المسج يعني يبقى فيه بروتوكول اوف كوميونيكيشن، لما ابعت لك كذا ده معناه كذا، لما بعت او لما تبعت لي كذا ده معناه كذا، يعني ده ريكويست للفيتشر الفلانيه ودوت الريسبونس بتاع الفيتشر الفلانيه عن طريق بلوتوث، فانا لازم اديفلوب دوت. وعارف مثلا ان هنا هيجي لي اوتبوت في الاوبجكت ديتكشن هيجي لي اكتر من اوتبوت، لكن في السين ديسكريبشن هيجي لي اوتبوت واحد بس، سترينج واحد بس، والداتا تايبس وكل الحاجات دي. وعارف ان انا وفي حاجات بقى انترنال اللي هي مش بالضروره تخص بقيه التيم، زي مثلا انا ازاي هتريجر السيجنال دي، هل توك باك اللي هو السكرين ريدر بتاع الناس الكفيفه فهستخدم تاتش كنترول عادي خالص، ولا فويس سيجنال، ولا الاتنين مع بعض. و فكل الحاجات دي ما تخصش قوي بالضروره التيمات التانية، بس عمرها ما هتضر، بل بالعكس هتفيد التيم التاني، وممكن يساعدك فيه لو في حاجه واقفه معاك، والعكس تمام. نفس النظام برضو في يعني العكس صحيح في المودلز بتاعت الاي اي، كل واحد خلاص دلوقتي او كل اتنين يعني مثلا في تيم اتعمل خلاص مجموعه منكم خلاص هم دول المسؤولين عن الماشين ليرنينج مودلز وان هم اوبريت الموضوع دوت، مسؤوليتكم كتيم برضو بغض النظر عن الحاجات الانترنال، ان انا مطلوب مني ان انا اعمل موديل بيعمل كذا وموديل بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، مطلوب مننا ان احنا نبروفايد طريقة نكلم بيها الابليكيشن ببلوتوث وبنفس السيجنالز اللي هو بيبعتها انا اكون فاهمها، ونفس اللي عملناه في الموبايل نفس اللي هنعمله في النظارة. بعد كده التيم بتاع يعني ده نفس النظام مثلا في التيم بتاع الابليكيشن، ونفس النظام في التيم بتاع
النظاره في انتريال انترنال انتجريشن. يعني انا شغال يعني مثلا في الموبايل، انا يعني في واحد شغال مثلا على فيتشر اليو اي، وفي واحد تاني شغال على فيتشر البلوتوث كوميونيكيشن، وفي واحد تاني شغال على فيتشر بتاعه البروتوكول اللي بيتواصل بيه مع النظاره، يعني لغه الحوار. فالناس دي لازم تكوردينيت مع بعضها ازاي الحاجات دي هتشتغل جوه الابليكيشن مع بعض. ما هو انا شغال على برانش بيعمل كذا، وانا شغال على برانش بيعمل كذا، وانا شغال على برانش بيعمل كذا. لازم يكون في بينا انترفيسز، كود انترفيس. انا بتكلم يعني تكنيكلي كود انترفيسز موحده متفقين عليها قبل ما نبدا اكسكيوشن في الموبايل. ممكن تسمي ده واتساب بلاننج لو انت عايز، او ممكن تحطه في البلاننج برضو مش هتفرق. اللي هو احنا كتيم مع بعض، كسب تيم من التيم الكبير، ازاي هنالاين الشغل مع بعض بحيث لو في حاجه بتدبند على حاجه تانية، ازاي نحط انترفيسز ما بينهم بحيث نعرف كل واحد فينا نشتغل ان بارلل. بس وقت الشغل خلاص انا اوريدي عارف ان انت عندك انترفيس بتكسبكت كذا، وانت عندك انترفيس بتكسبكت كذا، فنبدا نشغلهم مع بعض. وده مش معناه ان انت كل حاجه لازم تبقى بارلل، اكيد هيبقى في بلوكينج، اكيد في حاجه لازم تتعمل قبل حاجه، بس تقدر تنزل الموضوع دوت لأقل قدر ممكن، يعني ممكن تلغيه شبه تلغيه. يعني وقت ما تقلل السكوب بتاعك احساس التوهان دوت هيقل. وبالمناسبة هو مش هيختفي، وطبيعي ان هو يبقى موجود ويبقى مستمر معاك. اللي مش طبيعي ان هو ما يقلش، او ان انت تفضل عطلان عليه. وقت ما تقلل السكوب ويبقى بدل ما انت مطلوب منك بروجكت بيعمل نظارة وابليكيشن، لا انت مطلوب منك تعمل كود بيعمل او سي ار، يعني التوهان قل بكتير جدا. انت على الاقل عارف هتسيرش على ايه دلوقتي، عارف هتذاكر ايه دلوقتي. ف كل يعني دلوقتي كله تايه، لان كله بيأسيوم الريسبونسابيلتي بتاعت البروجكت كله، ودوت مش منطقي. فدوت مش هيحصل الا لو الحاجات دي اتقسمت، والحاجات دي مش هتتقسم صح الا لو اتفهم مشاكلها وابعادها صح، والحاجات دي مش هتفهم مشاكلها وابعادها صح الا بانيشال ريسيرش وميتينجز بتتكلموا فيها عن الموضوع، وبعد كده بتبداوا تقسموا وتعملوا الحاجات دي. اتفضلي يا دينا. هو احنا لو اضفنا حته السكيورتي للكود بتاعنا دي حاجه ممكن تميزنا يعني، ولا برضو مش قد كده؟ سكيورتي بمعنى يعني عايزه ان احنا سكيورتي نعمل سكيور، ان احنا نعمل سكيور كود، محدش يقدر مثلا يهاكل السيستم بتاعنا، يخلي النظاره تعمل حاجه تاذي حياه الشخص اللي لابسها. مش عارفه دي حاجه صح ولا لا، بس يعني فكرة كده مش عارفة. هي مش بس حاجة صح وحاجة كويسة، هي أصبحت ضرورة. يعني هي هتبقى حاجة رائعة لو في ميجر فعلا لحاجة زي كده، بس حاجة يعني اعتبري ان هو ممكن حد يعني تقدر تحددي مثلا الويك بوينت اللي موجودة في السيستم اللي ممكن حد يستغلها، عشان ممكن يشغل صوت مزعج جدا 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 للشخص الكفيف مثلا يعني. لو يعني هنتكلم، هو انا فكرت في حاجه زي كده، بس ده بتبقى في الاغلب بتبقى في الاخر خالص بعد ما الابلكيشن بيخلص، بنعمل بنتريشن تيست كده عليه. ف مثلا دي بتحصل بعد ما الابلكيشن بيكون جاهز يعني. المفروض فكرت فيها يعني، بس في الاخر قلت لو لقيت ليها وقت ممكن ابقى اعمل حاجه زي كده يعني. انت ممكن تعمل بين تيستنج للابلكيشن وللنظاره نفسها، بس انت حدد ريسكس. يعني انت حدد الريسك بتاعتك الاول، وازاي ان حد ممكن بطريقه ما يجين اكسس على ال... على فكره هتبقى مشكله صعبه جدا. يعني هيبقى عندكم مشاكل كبيره جدا في السكيورتي لو انتوا استخدمتوا يعني كلاود او اونلاين كومبيوتنج او كده. لكن لو انتوا قضيتوه اوف لاين، فانتوا اوريدي اصلا قفلتوا الباب على اغلب الناس يعني، الا طبعا بحاجه زي الفيزيكال اكسس، ودي مشكلة برضه على فكرة محتاجين تواجهوها دلوقتي. النظارة دي أو أي حاجة زي كده ليها USB مثلا،
انت ابيوز بيه حرفيا، ممكن خلاص انت كده جيند فول كنترول على الحاجه زي كده. فلو انت حابب تاخد الانجل دي، هي دي هتميزكو. وبصفه عامه هي حاجه كاتشي، يعني حاجه الناس بتحبها. السكيورتي يعني زي المذاكرة يعني ما بتخلص، فكل ما في منها كل ما الناس يعني بتحب تشوف حاجة زي كده. حتى لو انت اصلا ما كنتش محتاجها من الاول، او كنت واخد يعني كنتش واخد بالك انت محتاجها. ان انا اقول لك انه حتى لو حد حاول يوصل لها ما يقدرش يستخدمها الا باذنك، او ما يقدرش يغير في البيهيفير بتاعها حتى لو هو عنده فيزيكال اكسس ليها. اه طبعا ده حاجة جميلة جدا 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 جدا. فلو عايزين تضيفوا حاجة زي كده للسكوب بتاعكم، اعملوا ريسيرش. يعني برضو ده من جزء البلانينج، ان انت تشوف الريسكس اللي ممكن تحصل، وبعد كده تشوف ازاي ممكن تمتيجيت الريسكس دي وتكونتر الحاجات دي وديتكت مثلا حاجة زي كده، وممكن تضيف حاجة للريكفري لو لو عايزين يعني تزودوا حاجات تميزكو. النضارة بتاعتي وقعت، النضارة بتاعتي كذا، ف مثلا اد بلوتوث ديسكونكشن. ان هو يعني احنا كنا عاملين حاجة زي كده، ان هو لما يحصل اي ديسكونكشن يعرف. فبالتالي لو حصل مشكلة او حد او نسي النضارة في حتة او كذا او كذا او كذا، الموبايل كان بيقوله على طول. ف في يعني طبيعي يعني يقينا لو دورتوا هتلاقوا افكار كتيرة جدا جدا تخلي الموضوع يعني مور يوزر فريندلي، ويديكوا ايدج. يعني مش معنى ان الحاجة دي اتعملت كتير ده معناه ان انت يعني هتجيت باد ريفيو او كده. هو لاكتر من سبب طبعا. السبب الاولاني ده يعني هو سبب تافه يعني، بس هو هي مش بالضرورة كل الناس او اللي هيرفيو البروجكت بتاعك هيبقى مطلع على كل حاجة. ثانيا زي ما قلت لكم، الهدف الرئيسي المفروض ان انتوا تكونوا عملتوا حاجه برودكشن ريدي بايديكوا، فتعلمتوا منها وتعلمتوا بممارستها. فبغض النظر عن البروجكت، وخصوصا ان هو انفولفد، يعني لو فعلا عرفتوا تعملوا المودلز دي والانتجريشن وكل الحاجات دي كويسه، فدي ده بروجكت صعب فهتتعلموا منه. لو كان بروجكت اول مره يتعمل، او بروجكت من الحاجات اللي موجوده بس مش منتشره خالص او كده، دوت هيبقى يعني ملفت اكتر. بس يعني ستيل مش هو دوت اللي يمنعك، وخصوصا انت معاك ابروفال من المشرف، صح؟ يعني اعتقد يعني هو عارف على الاقل انتوا هتعملوا ايه يعني، صح؟ يعني لا داعي لشرح واقع كلنا عارفينه. هو عموما يعني في ناس فعلا ممكن ميبقاش عندها فكره، فهو سايب الموضوع ليكو مش من باب ان هو مش مهتم قد ما هو يعني لو اتدخل هيضركو اكتر ما يفيدكو. وفي ناس شايفة ان هم المفروض يعملوا كده، ان هو مستنيك انت اللي تروح له تسأله، هو بيفكر بالطريقة دي ان انت المفروض انت اللي شغال ومشغل نفسك. وهو دوت طبيعي لحد ما، هو مش مطلوب منه يقولك اعمل كذا واعمل كذا، هو انتو تيم، انتو تيم سواء تكنيكال او برودكت وايز او يعني فكرتوني بحاجة احكيها لكم. بس يعني عشان بس النقطة دي، هو بيبقى شايف ان انتوا المفروض شغالين وبتقولي وبتتابعوا معايا، ولو انا عندي ولو عندكم مشكلة بتقولوها لي، ولو هو عنده حل هيقوله مثلا، او لو عنده حاجة ممكن تديكوا حل هيقولها لكم. بغض النظر يعني لو دوت ما حصلش، فيعني ده واقع يعني، مش يعني مش انتوا بس، او يعني بالعكس اغلب يعني 90% من الناس كده. بس يعني انا عايز اقول لكم حاجة برضو عشان ما يبقاش الموضوع كله سلبي. كان عندنا في الكلية، كان عندنا دكتور هيثم كان بيدينا داتابيز. كان عامل حاجة حلوة جدا. كان لغى المتر وقال انا مش عايز متر او كده، انا بس عايزكم تعملوا بروجكت، كل واحد كل شباب بقى مع بعض يعملوا تيم، و بيتش مي ان ايديا
بس قدمها لي فورمالي از يعني از فورمال از كود از بوسبل، يعني كأنك في شركة بجد. requirements business rules كل حاجة estimates، يعني انت حرفيا كأنك رايح لانكيوبيتر او كده وبتعرض على فكرة، وهيكون في حد من كل تيم بي assume الرول بتاع برودكت مانجر، بحيث يبقى هو مسؤول عن الكوردينيشن والاوفرول يعني اكسكيوشن والاوفرسايت على البروجكت، بحيث هو دوت يعني يعتبر الشخص المسؤول عن تحقيق البروجكت ده. وتيمز تيمز حتى حاجات بيزنس وايز، يعني حرفيا تعامل كأنك في شركة، ففي تكنيكال تيم وفي تيم تاني عن للبرودكت وفي تيم للديزاين وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فده ما كانش يعني، كان في ناس شايفة ان دي حاجة سلبية وان دوت عقاب وبتاع، واحنا ما اتمرناش على حاجة زي كده، بس حرفيا البني آدم الطبيعي هيشوف ان دي فرصة، دي حاجة كويسة جدا، هو مش مستني منك تعمل بروجكت حقيقي تنزل بيه. لو عملت كده يعني good for you وحاجة جميلة جدا، بس هو عايزك، عايز يحطك في الانفايرمنت دي ومن غير مساعدة، عشان دوت طبيعة الشغل في أغلب الوقت، ودي أحسن حاجة ممكن تتعلم بيها ال execution. محدش هيسقط، يعني مش محتاجة تتقال، الموضوع مش نجاح وسقوط. يعني ده كان يعني دكتور عاصم من الناس اللي كانت بتفكر فعلا اللي هو بطريقة عملية جدا، مش موضوع درجات او كده، الهدف ان انت تبقى فعلا طالع بتعلم حاجة، فحاول تستفيد من البروجكت ده بنفس الطريقة، حاول تتعامل معاه بالطريقة دي. يعني فكك من ان ممكن يكون الاشراف مش كويس، فكك من ان الوقت مش مناسب، الريسورسز مش متاحة، يعني السنين اللي انت قضيتها مش هتفيدك في البروجكت اللي انت عايز تعمله، ف يعني ان في وقت ممكن يكون ضاع، المطلوب منك كبير والحاجات دي كلها. وبص للموضوع ان دي اخر فرصة وانت قبل ما تبقى يعني جرادويت، ان انت تعمل حاجة تتعلم بيها، تتعلم بيها بجد حاجة تأهلك للسوق بجد. فدي كانت حاجة يعني اللي هو دكتور هيثم أبو بكر كان عاملها، وانا كنت يعني مقتنع بيها جدا، على قد ما الموضوع يبان اللي هو انا ماليش دعوه بيك واعملوا اي حاجه ومحدش يسالني عن حاجه، الا انه رجع في الاخر خلاص وضح دوت، وكان نجح الناس كلها، يعني اللي هو ادى الناس كلها كل الدرجات اصلا، ما كانش فارق معايا، وكان عايز الناس فعلا تتحط في السيناريو ده، مع العلم ان ده كان في السنه اللي فيها مشروع التخرج اصلا. فده يعني حاول بغض النظر عن الـ environment نفسها كويسه او مشجعه او لا، استفيدوا من الموضوع، لان فعلا دي من الحاجات اللي هتأهلك، او يعني تقريبا في at this point الحاجة الوحيدة اللي هتأهلك للسوق بعد ما تتخرج، والا هتضطر تبدأ من الصفر بعد ما تتخرج انت تعمل حاجة زي كده، ودي مش احسن حاجة خالص. يعني زمايلي كتير ما يعني اكتر حاجة ندمان عليها يعني ان هو ما بدأش في المجال، شوف رغم ان يعني دي كليته، يعني قضى سنين بيدرس ده، لكن كلنا عارفين ان انت ما بتبدأش في المجال الا لما انت بتبدأ في المجال، ف ضاع منه وقت طويل، فمضطر يبدأ من الاول خالص بس بعد ما اتخرج، فمش حاجة حلوة. فكل السلبيات دي هي مش بقولك اللي هو اضحك على نفسك وحولها ايجابيات، بس اقول هي فعلا فعلا التشالنجز الاضافية دي، يعني ده نتايجه اضافية برضه، هي سلبيات ومفروض ما تبقاش كده، يعني مش بقولك اضحك على نفسك يعني، بس دي فعلا حاجة هتطلع لك اوتبوت كويس لو انت استغلتها واهتميت بالموضوع وجيت على نفسك وفكست للدوشة اللي كده كده موجودة في كل الكليات وكل الجامعات يعني. بس اهم حاجة واللي انتوا اكيد خدتوها في سكشن من السكاشن divide and conquer، انت تقسم مشاكلك لمشاكل اصغر وابدأ ابروتش كل مشكله لوحدها، بس دايما في كونتكست المشكله الكبيره، يعني هي يعني تالي المده اللي احنا قعدنا دي احنا ممكن نلخصها حرفيا في الجمله دي،
قسم مشاكلك، بس وانت بتحل المشاكل الصغيره دي دايما خد في الاعتبار الكونتكست بتاع المشكله الكبيره، عشان لما ترجع تجمع المشاكل بتاعتك دي بعد ما اتحلت يتجمعوا عادي خالص، ما تلاقيش ان كل واحده فيهم في مكان ومفيش حد فيهم عارف يماتش التاني. ف يعني بالتالي يعني الستبس كده الى حد ما الدنيا اوضح شويه، ولا في حاجه واقعه، ولا في حاجه اي حاجه اي لا بالعكس، هو كلنا تقريبا استفدنا يعني وانبسطنا الحمد لله. اهم حاجه تتبسط. لا الحمد لله كله الموضوع تمام. واضح عن الاول بكتير، بس لو احنا احتاجنا حضرتك بعد كده نقدر نتواصل مع حضرتك ولا؟ ما فيش مشكلة عادي خالص، فنبقى ننسق وقت نتكلم فيه لو في نقطة معينة عايزين نتكلم فيها، وعادي في أي وقت إن شاء الله يعني مفيش مشكلة خالص. جدا بس هو يعني أتمنى إن يكون الحتة اللي إحنا اتكلمنا فيها بس اللي هو الخطوات الأولى، يعني لو تبدأوا فيها يعني as soon as possible يعني، وتاخدوا وقتكم فيها بس تدوها أكبر اهتمام، لأن هي حرفيا ده لو اتعمل صح، أنا حكيت لكم في الأول خالص مشروعنا يعني ده لو اتعمل صح البروجكت يقينا هيتعمل، ما تقلقش من المدة اللي أنت قعدت فيها تبلان، لو انت حددت الموضوع دوت صح واوريدي حطيت النقط العريضة وبعد كده حطيت النقط اللي تحتها وكل واحد عارف كويس جدا هو هيعمل ايه بنسبة 60%، شوف انا مش بقولك بنسبة 100%، بقولك 60%، البروجكت دوت هيتعمل وهيتعمل كويس جدا وهيتعمل في وقته، ويعني ان شاء الله يعني كل دوت مش هيبقى فيه اي مشكلة. اهم حاجة بس ان انت تبقى عارف اصلا انت عايز تعمل ايه، وعلى قد ما الجملة دي تبان غبية على قد ما هي دي يعني سبب فشل 3 أرباع مشاريع التخرج اللي في مصر يعني، أو في العالم كمان يعني، ومش مشاريع التخرج بس المشاريع بس بعمله، أنا هعمل حاجة بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، بس أنا ما عنديش فكرة فعلا أنا هعمل إيه أو هعمله إزاي. فطول ما أنت في المرحلة دي طول ما أنت هتفضل تايه ومش عارف أنت هتعمل إيه، وفي الأخر خالص يعني إما هتأند أب إن أنت عامل يو أي بس حاجة باعتبار ما سيكون، او ان انت ما عملتش حاجه خالص فبلاش. فحابين يعني تبداوا في موضوع البلاننج دوت، يعني انا انصحكم حتى من بكره لو تقدروا تحددوا وقت كل يوم لو تعرفوا ان بيرسون، انا بالتالي الجامعات ما فيهاش موضوع اللي هو كورونا والحاجات دي، انتوا بتروحوا الجامعه نفسها عادي صح؟ ف لو حاجه زي كده يستحسن يعني، احنا كنا بنحاول نقتطع جزء من كل يوم يعني على قد ما نقدر بحيث نكمل في البلاننج، وكنا قبل كل يوم عارفين احنا هنتكلم في ايه بكره، وبعد ما نكون خلصنا حاجه بن سمرايز الحاجه دي وبرده بنكتبها بحيث نبقى عارفين احنا طلعنا ايه بالموضوع، وبنكتب اجنده اليوم اللي بعديه. فحاجه زي كده يعني حرفيا اهم حاجه في المشروع عشان توصل بيه صح. وحاول تبقى برو اكتيف وانت بتكلم المشرف، انت ما تعرفش جايز يكون هو فعلا مستنيك تكلمه، دي من الحاجات اللي هو مستني يشوفها فيك. احنا كان عندنا دكتور احمد عامر كان بصراحة يعني فظيع يعني ساعدنا بشكل رهيب، وحتى انا يعني كنت قررت ان انا ابقى برو اكتيف ان انا اسينك معاه، بدل ما يعني كان العادة بيبقى ايه الدكتور مثلا ممكن بعد شهر شهرين يقول لك تعالى ايه وريني انت وصلتوا لايه ولا بتاع، فنظرا ان دوت عمره ما حاجة زي كده هتفيدك، دايما هتضرك ودايما هتكتشف اللي انت ممكن بمنتهى البساطة يقول لك الشهرين اللي فاتوا دول ما كانش لهم 30 لازمة، اعمل حاجة تانية او كده. فانا كنت حرفيا محدد، انا فاكر كان كل 2 تقريبا وبعت له مسج فيها حرفيا ايه اللي جد من ساعتها، وحتى لما كنا عاملين حاجاتنا على جيت هاب ف كنت بأساينه على البي ارز وكده بحيث يريفيو ويشوف الكود بنفسه اول باول، و يعني لو في حاجه ملفته لو في حاجه هو شايف ان احنا ممكن نغيرها او كده ات هاي ليفل طبعا. وهو بصراحة دي كانت أحسن حاجة الدكتور بيعملها، إن هو ما كانش بيفرض عليك حاجة at low level اللي هو أو technical detail أو كده، وبيكلمك على higher level، وهو بنفسه ممكن كل أسبوعين أو شهر بالكتير يقولك يلا نتقابل physically بقى كلنا نتجمع في المكتب ونشوف الدنيا وصلت لإيه. بس ده ما كانش هيحصل
الا لو ما كانش فيه برو اكتيف ابديت ليه شانل فيها التيم كله ومن ضمنهم طبعا الدكتور، وفيها ايه اللي جد، وهو لو عايز حاجة يسأل على حاجة بسرعة او يعني يشارك حاجة بسرعة برضو كان على الشانل دي. فكان الكوميونيكيشن برضو مستمر جدا مع الدكتور زي ما هو كان مستمر مع يعني ما بين التيم. فدي برضو من الحاجات اللي ساعدتنا جدا جدا، دايما حاول يبقى في المعلومة توصل في أسرع وقت ممكن، سواء بينك وبين التيم، بينك وبين الدكتور، بينك وبين اليوزر لو في يوزر، دايما دايما طلعها يعني in public shared بحيث تاخد أكشن أسرع. دايما الكوميونيكيشن والكوردينيشن ما بين التيم هو حرفيا رقم واحد ايا كان انت بتعمل ايه، لو فتح محل يعني ايا كان. فبس كده يعني هو دوت المفروض دي تعمل يعني. يعني اعتقد انتوا يعني اللي انا حسيته في المدة دي انتوا لحد ما خايفين من التكنيكاليتيز نفسها، اللي هو هنعمل ده ازاي، فهنعمل ده ازاي، بالظبط كده. ده يعني دوت هو ده يعني ده مش المطلوب. هنعمل ده ازاي قد ما هنعمل ده في قد ايه، خايفين الوقت يتسرسب كده من تحت ايدينا. ده الوقت مشكلتي كده. كافي، الوقت كافي جدا لو انتوا مشيتوا في البروسيس دي. احنا لسه في اول، احنا لسه في الاول حرفيا، والله فعلا الوقت كافي، فعلا 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 يعني الوقت مش مشكلة خالص لو انتوا يعني. هو من المشاكل الكتيرة كنت بشوفها اللي أنا مكنتش فاهمها، إن كان بيبقى فيه فجوات لسبب ما، يعني ممكن في تيمز ممكن تقعد شهر متعملش حاجة. الشهر ده للأسف هو مش مجرد شهر، الشهر دوت يتبعه أسبوع أو أسبوعين من إحنا كنا فين واللي حصل والمفروض نعمل إيه. والموضوع ده بيتكرر كمان، يعني إحنا كنا بندي نفسنا أجازات بعد مدة طويلة قوي، ولما نتفق عليها بتبقى اجازة رسمية يعني عيد. يعني غير كده احنا كنا ماشيين في الموضوع يعني الى حد ما بشكل منتظم، يعني ما كانش في فجوة الا لو احنا كنا متفقين ان هيكون في فجوة، يعني مزاجنا عايزين ناخد اسبوعين اجازة من غير اي حاجة لها علاقة بالمشروع، بس تشيك بوينت معينة يعني، يعني احنا هنخلص كذا وكذا 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 وخلاص وقف، واحنا اوريدي عارفين هنعمل ايه لما نرجع، لان كل حاجة زي ما قلت لكم دوكيومنتد وسينكرونايزد مع التيم ومع الدكتور. ف طول ما انت كده هتلاقي نفسك خلصت بدري بكتير جدا، يعني ما فيش اي مشكلة في الوقت. ولو انت عامل اهم حاجة موضوع البريورتي، لو انت بدأت بالحاجات المهمة الاول عشان ما تضيعش وقت كتير في حاجات، وفي الاخر خالص تيجي تلاقي نفسك عملت الفيتشرز اللي هي ملهاش اي قيمة مقارنة بالحاجات التانية، اللي هو يعني تسعة يعني الجملة اللي هتتقال لك انتوا يعني انتوا التسعة عملتوا في الاخر خالص يعني object detection وخلاص كده. طبعا هو مش ده هيحصل يعني بإذن الله، بس يعني اقصد يعني ما توصلوش لمرحلة كده يعني ان هو يبقى في وقت كتير ضاع على حاجة في الاخر خالص مش مهمة، او ان يبقى في جابز كبيرة جدا دوت مش طبيعي. اتعاملوا مع الموضوع ان ده حرفيا الحاجة الوحيدة اللي هتأهلك لسوق العمل. في شباب منكوا هيبقوا عندهم اهتمام كبير جدا بالماشين ليرنج بعد البروجكت، في شباب هيبقى عندهم اهتمام كبير جدا بالسيستم انجينيرنج والسكريبتنج والحاجات دي، في ناس هيبقى عندها اهتمام في مش يعني سواء في الموبايل ديفلوبمنت او في البروجرامينج لانجوج بنفسها. بصفة عامة استفيد بقدر الإمكان ووسع ال هو احنا اوريدي عاملين سيرفي مع كلاينتس بيبول يعني حقيقيين، بس كانوا في حدود 40 شخص بس، بس تقولي بس فهل ده كفاية ولا احنا بنحتاج نزود ليه؟ انا مش عارف ليه بتقولي 40 شخص بس. اذا 40 شخص يعني احنا أكيد كنا صح؟ بنعمل فيدباك مع شخص واحد، اوكي. لا هو احنا لسه ما وصلناش لمرحلة الفيدباك، هي فكرة السيرفي يعني هو من وجهة نظر الشخص ايه الفيتشر المهمة بالنسبة له يعني.
ما هو كان في تفاوت. هو كان شخص واحد، فكرة هو الدنيا. كده كده في تفاوت، بس اقصد 40 كتير، او 40 طبعا دي حاجة حلوة مش وحشة، بس انا اقصد يعني 40 ده اكتر من كافي بكتير جدا يعني. بس هو فعلا حاجة زي كده ممكن تخليك تاخد decisions يعني. ويا سلام لو بدل ما انت تتكلم in general اللي هو الفيتشر دي ولا الفيتشر دي ولا الفيتشر دي، لا جيت على الفيتشر دي تحديدا وبدأت تتكلم في تفاصيلها، تسألهم عن تفاصيلها، يعني الريسبونس بتاع 40 واحد هيخليك تعمل decision بيخدم اليوزر من غير ما تدور على كان دماغك. مفيد تمام في السيرفي، يعني هو شرح لهم شرح وافي وكافي، يعني يعني كان المفروض ان كلهم فاهمين ايه اللي احنا بنقول عليه بالظبط. حرفيا دي حاجة يعني فظيعة، ودي حاجة تديكوا كيك كبيرة جدا برضو، ان انتوا بتتعاملوا مع actual affected users. يعني دي من الحاجات اللي كانت فارقة معانا جدا، ان احنا يعني حتى كان يعني يجي مثلا دكتور يقول طب انتوا عاملين كذا ليه، كان من ضمن الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها موضوع ان هو الابليكيشن مثلا ابلكيشن فيه زراير عادي خالص. فكان في واحد ما يعرفش اصلا، يعني احد المناقشين ما كانش عنده فكره اصلا ان في حاجه اسمها سكرين ريدر، يعني الناس الكفيفه بتعرف تتعامل مع الموبايلات عادي خالص. فكان بي يعني فبيقول لنا انتوا ايه؟ عندي سؤال، عندي سؤال دلوقتي. احنا البروجكت بتاعنا هيبقى فيه موبايل ابلكيشن وهيبقى فيه نظارة، تمام كده؟ انا فكرة النظارة ايه، غير ان انا ما كنتش عايزاه هو يفضل طول الوقت ماسك الموبايل، ما هو برضو كده بقى ماسك الموبايل، محتاج يلجأ للموبايل علشان يعمل حاجات معينة تكمل فكرة النظارة. طب انا كده فكرتي فيها ثغرة لا هي صح؟ سهلت كتير. انا بس عايزه اسمع من باشمهندس علشان الاسئله دي لما احنا نسالها نعرف هنرد نقول ايه، يعني نبقى سامعين من طرف في حي تاني. هو كون انه يبقى ماسك الموبايل على طول دي هي مش مشكلة اغلب الوقت. بس يعني انا فاهم سؤالك، ان انت قصدك تقولي ان الفويس كوماندز هتبقى عملية اكتر. انا بعرض السؤال، ويعني الهدف منه ان انا اسمع وجهة نظر حضرتك، يعني احنا هنفهم حضرتك ليه بالظبط. احنا العميل بتاعنا يعني مش عايزه اقول سخيف، يعني بس هو سخيف شويه وهيبقى قاعد معانا في المناقشه، فعايزين يعني ايه نقفل كل البيبان والشبابيك اللي يدخل لنا منها. فانا بعرض على حضرتك انتقاداتنا احنا نفسنا، حضرتك تقول لي كيوزر انت ايه اهميه الحاجه دي بالنسبه لك؟ احنا عشان نحل الموضوع ده احنا كنا شايفين ان الموبايل جزء مهم جدا، وهو هيستخدمه كتير جدا، لان هو اوريدي لو هو اوريدي بيرلاي على حاجه زي كده فهو فعلا بيرلاي عليها في كتير. فهو فعلا بيستخدم الموبايل كتير، واغلب الوقت ماسكه في ايده فعلا، زيه زي عامه الشعب يعني، سواء كفيف او لا. بس في نفس الوقت احنا كنا عايزين نكفر ان هو لو الموبايل مش اكسسبل دلوقتي، لو ايديه الاتنين مشغولين، لو بياكل يعني، ف في اوبشن الفويس كوماند. واعتقد اصلا ممكن بالسكرين ريدر، انا مش متاكد 100% اذا كان دوت موجود على اندرويد، بس انا عارف انت على السكرين ريدر ممكن تقول اسم الحاجه، يعني لو في زرار او كده باسم انت ممكن تتريجر بان انت تقول اسمه ودوت يشغله، او ان انت تعمل فويس كوماندز، وبرضه دي مش حاجه صعبه جدا يعني. ده كحل. بس كان انتقادات حاجة زي كده، بص يعني كنت أقول في الأول خالص إن مهما كان أنت عملتيه مش هترضيهم كلهم، لو إن هما يعني يوزر بيس، كل واحد فيهم عنده أنسب طريقة ماشية معاه، فمش هتعرف تعملي حاجة ترضيهم كلهم يعني. الموضوع هيبقى يعني كده يكون مستحيل، وخصوصا إن هما مش يعني هو ممكن يبقى شايف ان انسب حاجة اللي هو بيعملها دي هو دوت الصح، واي حاجة تانية ممكن تكون بتحاول تغير من يعني بتحاول تعدل عليه او تفرض عليه حاجة، ودي حاجة يعني مرفوضة تماما. ف
القصد ان انت مش هتعرفي ترضيهم كلهم، لان هما يعني يوزر بيز واسعة جدا وكل واحد ليه البريفرنسز بتاعته، فانت هتكمبرومايز دايما. بس ان انت توفري اكتر من سوليوشن في نفس الوقت من احسن الحاجات اللي هتغطي حاجات كتير، وفي نفس الوقت هتشو ايفورت. يعني مش كل الناس، وده سواء هو كفيف، انا بتكلم عن الناس سواء كفيف او لا، يعني عارفين مش كل اليوزر بيز بتاعتك هتبقى مرضية، وكل واحد هيبقى شايف انه عنده فكرة، يعني عنده اكسبيرينس معينة هتبقى احسن له بكتير من الموجود. بس ان انت تكفر الوايد اودينس اللي موجود هيبقى احسن حاجه. فمثلا ده من ضمن الحاجات المهمه اللي كانت مخلينا عايزين نستخدم الكين الوايد كين بتاعتهم، ان احنا نحط عليها مثلا اردوينو صغير وكنترولر، سواء بقى زراير تاتش باد اي حاجه من الحاجات دي، يكنترول بيها النظاره برضو من خلال الابلكيشن. ودي الفكره، انه الابلكيشن ساعتها هي اكت از بريدج، والكين هت اكت از ريموت كنترول بغض النظر عن الفيشرز التانية بتاعتها يعني. فاحنا كده يعني لو عايز تستخدم موبايل في ايدك خلاص هو موبايل معاك، موبايل مش معاك انت كده كده اغلب الوقت ماسك الكين دي، اصلا الكين اللي انت بتستخدمها وانت بتمشي وانت بتعمل اغلب الاكتيفيتيز يعني. ف بضغطة يعني at your thumb يعني انت تقدر تعمل كل حاجة. ف يعني كل الحاجات دي اللي انت يعني عايزه تعملي حسابها عشان الشخص اللي هيريفيو او كده، ده ممكن مع الوقت كل حاجه خاصه بالدايركت انتراكشن معاهم، مع اليوزر، ارضيها معاهم، معلومه الناس اللي في السيرفي دي، يعني اعملي اكتر من سيرفي از وي جو، بحيث تحاولي بقدر الامكان تستيك تو الافريج اكسبتنس يعني بتاع ال 40 شخص اللي انت بتعملي عليهم السيرفي دي. احنا عندنا 9 دقايق قبل ما قبل ما الساعة تخلص، فنحاول نخلص فيها كل حاجة. يا باشمهندس شكرا جدا والله، يعني احنا ازعجنا حضرتك، ده ابدا والله لا ازعاج ولا حاجة خالص. يعني حضرتك افدتنا جدا بصراحه، يعني ربنا يجعلك في حسناتك. آمين يا رب. أتمنى والله يكون استفدت وما يكونش تضييع وقت. لا كلنا بندعي لحضرتك. ربنا يخليك. هل متاح ان احنا نتواصل مع حضرتك، نسال حضرتك في حاجات كده يعني؟ ده اه اكيد طبعا، اكيد صعب. طبعا في اي وقت. لا 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 عادي، احنا ممكن برضو زي المرة دي كده ممكن ننسق مع مازن ولا حاجة، نتفق على ميعاد وان شاء الله نعمل كل، لو في حاجة محددة محتاجين نتكلم فيها يعني، سواء تكنيكال او غيره يعني. عادي كده. طيب يا باشمهندس شكرا جدا لحضرتك. العفو، ربنا يوفقك. مش تمام كده، افتكر محدش عنده سؤال كده خلاص صح؟ لا تمام شكرا. ماشي، شكرا جدا يا باشمهندس، وهتابع يعني مع حضرتك كده ان شاء الله. تمام في اي وقت يا مازن، اوكي ربنا شكرا يوفقك جدا. ويعينك. سلام عليكم.